انا راضي، انا في يا لطفي. طيب بالنسبه للجاي بقى، اول شكوى، اشهر شكوى بتتبع على الصغار على طول، الام بتيجي تقول لك نيونيتال فوميتنج. خلاص الام بيرجع يا دكتور اي اكله، اي اكله او اي رضع بياخدها بيجي يرجع بعدها. تمام الكلام؟ طبعا نيونيتال احنا بنتكلم في اول شهر احنا عارفين، او بعد كده بقى تشايلد ايه؟ تشايلد فوميتنج. ايه الحاجات اللي ممكن تعمل فوميتنج في عيل صغير؟ عشان تمشي اتجاهاتك لازم تبقى عارف الفومتنج ده، هل احنا بنتكلم في اكيوت فومتنج اقل من اسبوع، ولا بنتكلم في كرونيك او ريكرنت ايه؟ او ريكرنت فومتنج. تمام الكلام؟ تبقى عيل صغير جاي لك بيفومت، هتفكر في الاسباب ايه؟ اول سؤال تساله والله هو بيرجع بقاله قد ايه؟ خلاص؟ ودايما لما بتاخد الكومبلين بتاع الفومتنج دي بالذات افضل ورا الام لحد ما تقول لك بيرجع بقاله قد كذا، اصل انت هتقول لها بيرجع بقاله، هتقول لك كتير يا بيه، كتير دي اللي هي عامل بيها ما تنفعنيش. كتير دي عاوز احدد هي اقل من اسبوع ولا اكتر ايه؟ ولا اكتر من اسبوع، خلاص؟ فاحنا عندنا اسباب الاكيوت فومتنج وعندنا اسباب الكرونيك او الريكارنت ايه؟ الريكارنت فومتنج، خلاص كده؟ طيب الاسباب ما بتطلعش اصلا الفومتنج بيحصل ليه؟ الفومتنج في الغالب بيحصل عشان الفومتنج سنتر بيتنشط، ماشي؟ الفومتنج سنتر ده بيتنشط في كذا كذا حاجه، من ضمنها الفيسرا، اي ليجن على مستوى الفيسرا، على مستوى الهارت، على مستوى الكلي، على مستوى ايه، على مستوى ايه، على مستوى ايه، ممكن ينشط الفومتنج ايه؟ الفومتنج سنتر، خلاص كده؟ او حاجه سبيسيفيك تبقى جايه له من الجي اي تي، او عندنا سنتر اسمه سي تي زد، تسمع عنه؟ ايوه كيمو ريسبتور ريجال سويت بدل لو اتنشط وشغل الفومتنج سنتر، وبعدين بعد كده الستيبلر سيستم، بس ده بيتقارن مع العيال الصغيره، الا لو عيل عنده اوتيتس ميديا، والاوتيتس ميديا بقت سبيوراتيف او اتخدته في الايه دي السنه اللي فاتت في الكونيك سبورت اوتيتس ميديا في السيف تايب والاكسايد تايب والكلام ده، فلو في مشكله في الودان ممكن تمشيك في سكه الايه؟ الفيستيبلر سيستم، خلاص كده؟ فانت عشان تفكر دايما يا اسباب الفومتنج ارجع هي اصلا الفومتنج سنتر اللي بيشغله، خلاص؟ فالفومتنج سنتر يا اما هيكون جاي من الفيسرا انفكشن في اي مكان تاني، يا اما هيكون من الجي اي تي حاجه مباشره، يا اما هيكون ستيموليشن بماده كيميكال سي تي زد، او ممكن يكون حاجه بتعمل الايه؟ ستيموليشن للانر اير او عامله فيها امبالانس، خلاص كده؟ فانت لما تيجي تشوف الاسباب دي هتلاقي في الغالب اسباب الاكيوت فومتنج لو عايز بيرجع اقل من اسبوع هنتكلم في اكيوت انفكشن، وتظهر الانفكشن ده كان موجود في الجي اي تي اللي هو الجاستروترايتس العاديه، او موجود بعد كده في اي سيستم تاني، اللي هو انت لو عنده زي ما اتفقنا اوتايتس ميديا ممكن يجي لك بفومتنج، لو انت لو عنده فرنجايتس ممكن يجي لك بفومتنج، لو عنده سي ان اس انفكشن ممكن يجي لك بفومتنج، لو عنده بين نفرايتس او يجي اي ممكن يجي لك بايه؟ يجي لك بفومتنج. تمام الكلام؟ البين في اي حته في الجسم بيعمل ريفلكس، ريفلكس فومتنج، خلاص كده؟ يبقى احنا اول ايتم بنفكر فيه الاكوت انفكشن. عينك على ايه؟ عينك على الفيفر، الواد سخن خلاص، يبقى انت في الغالب ماشي بسكه الاكوت انفكشن، اعمل بقى توتال اكزامينشن للعيل ده عشان تعرف الانفكشن ده موجود فين. ده عيل نيونيت او عيل اقل من سنتين مش عارف يشتكي لك من حاجه. دي مشكله الاطفال، الشقه بتاعته عياط عياط عياط، ما فيش اي حاجه ثانيه، تمام الكلام؟ فانت لازم بتكون بتفكر في اسباب كبيره، بعد كده انت تنزل تفحر ايه؟ تفحر وراه، خلاص كده؟ فاحنا عندنا اول حاجه الاكيوت انفكشوس كوز، سواء الانفكشن كان على مستوى جي اي تي او عادي بره الايه؟ بره جي اي تي، خلاص كده؟ ها في مشكله في الكلام ده؟ طيب، ثاني سبب بتفكر فيه الحاجات اللي ممكن تعمل ستيموليشن للسي تي زد، اي حاجه ميتابوليك او اي حاجه كيميكال، تمام الكلام؟ ماشي، يبقى الاسباب الثانيه الجروب بتاع الاكيوت ميتابوليك كونديشن، لو حد عنده اي ميتابوليك كونديشن اكيوت ممكن يعملوا ستيموليشن للسي تي زد ويدخله، يعني مثلا الواد عنده اكيوت رينال فيلير اليوريميا، اليوريميا بتنشط في السي تي زد وتخليه يعمل فومتنج، الواد لو عنده دي كي اي اكيوت اتاك من الدايبيتيك كيتو اسيدوزس الكيتونز هتنشط في السي تي زد وتخليه يعمل ايه؟ يعمل فومتنج، الواد لو عنده اي توكسيميا لاي سبب من الاسباب توكسنز بتعمل ستيموليشن للسي تي زد برضه دخله في ايه؟ تدخله في فومتنج، تمام الكلام؟ اخر سبب برضه من الحاجات المشهوره احيانا الامهات بتستغرب تبدا ادويه من نفسها دراج انتوكسيكيشن، ممكن في دراجز معينه لو اخذتها تنشط السي تي زد وتعمل لك ايه؟ وتعمل لك فومتنج، واصلا اي دواء في الدنيا ممكن يعمل لك فومتنج بسبب الموضوع ده، ان اي دراج ممكن يروح ينشط او يعمل اريتيشن للسي تي زد ويدخلك في الايه؟ يدخلك في الفومتنج، خلاص كده؟ انت لو جالك عيل صغير بيفومت، لو بنتكلم في اكيوت فومتنج عينك على الاول على مجموعه الانفكشن، وبعد كده عينك على المجموعه الايه؟ على المجموعه الميتابوليك، تمام الكلام؟ ما تنساش الدي كي اي، ما تنساش الرينال فيليا، عشان دلوقتي بقى قومي في العيال الصغيرين،
طبعا انتوا عارفين تايب 1 دايابيتس المين برزنتيشن اللي بيجيها العيل بنعرفه لما بيجي بالايه؟ بالدي كي اي. فما تطنش شكوى فومتنج اكيوت في عيل صغير. تمام الكلام؟ بالذات لو في اي ريسك فاكتور تاني يقول لك ان القصه ممكن تكون ماشيه في سكه الايه؟ سكه الدي كي اي. خلاص؟ فاحنا بندور في اثنين جروب، اول جروب جروب الاكيوت انفكشن، ثاني جروب جروب الاكيوت ميتابوليك ايه؟ الاكيوت ميتابوليك كونديشن. خلاص؟ ثالث جروب بقى وده الاخطر جروب بتاع الانتستينال اوبستراكشن. تمام الكلام؟ فاحنا عندنا لما تيجي فكر في اكيوت فومتنج في عيل صغير على ثلاثه جروبس كبار، جروب الاكيوت انفكشن، جروب الاكيوت ميتابوليك كونديشن، وجروب الاكيوت انتستينال ايه؟ انتستينال اوبستراكشن. عاوز تتعلم حاجه في البطنه، في النساء، في الاطفال، في الجراحه حتى، لما تيجي تتكلم في الديفرنشال دايجنوزس، لما تيجي تتكلم في الديفرنشال دايجنوزس بلاش تعد اسباب تحت بعضها. خلي دماغك دايما ماشيه متقسمه جروبس. انت هتعد اسباب هتنسى حاجات كتير وحاجات كتير هتقع منك. انما لو مقسمها جروبس لا هتلاقي الموضوع بقى مختلف عندك كتير. في فرق انك لما تحكم نفسك في ثلاثه جروب انا عارف اني بدور فيهم بعد كده بفحر وراهم زي ما انت عايز. غير لما تكون انت حاطط في دماغك 20 30 سبب ورا بعض عمرك ما هتفتكر 20 30 سبب. دايما في الديفرنشال دايجنوزز خليك كده امشي في سكه الجروبس، مجموعات، قسم المجموعات. حتى لو هم مش متقسمين مجموعات حاول تربط كم واحد وبعض في مجموعه، كم واحد وبعض في مجموعه وهكذا. خلاص كده؟ بدل دلوقتي الديفرنشال دايجنوزز بتاع عيل صغير جالك بقى كود فومتنج بتتكلم في الانفكشوس جروب مجموعه الانفكشن، تتكلم في الميتابوليك جروب مجموعه الميتابوليك ديزيز، تتكلم في الجروب بتاع الانسانال ايه؟ الانسانال اوبستراكشن. خلاص؟ الانسانال اوبستراكشن عندنا حاجه من الاثنين، يا اما هيكون الاوبستراكشن ده ميكانيكال يعني فعلا في حاجه سده، يا اما هيكون فانكشنال ايه؟ فانكشنال اوبستراكشن. تمام الكلام؟ الفانكشنال اللي هو ما فيش في حاجه سده ولا اي حاجه، بس الفكره في ايه؟ الفكره ان في باراليتيك اليوس. تمام؟ يبقى لو في اي باراليتيك اليوس على مستوى العيال الصغيره او اي ميكانيكال اوبستراكشن يدخل العيال في ايه؟ دخل العيال في فوق. خلاص كده؟ ميكانيكال اوبستراكشن بقى انت سسبشن فول فيلوسيتي اتريزيا جيجنال اتريزيا اي حاجه سكه ايه؟ سد الدنيا دي. خلاص كده؟ ها في مشكله في الكلام ده؟ لما يجي لك عيل بايكوت فومتنج، عيل بايكوت فومتنج انت بتفحر ورا الاسباب دي. خلاص كده؟ طيب مش ده الموست كومن، مش ده الموست سيريس قصدي؟ انت دايما لما تفكر في ديفرنشال دايجنوزس، لما تفكر في ديفرنشال دايجنوزس بتسال نفسك سؤالين، مين الموست كومن ومين الموست سيريس؟ اي ديفرنشال دايجنوزس بتفكر فيه بتسال نفسك سؤالين، مين الموست كومن ومين الموست ومين الموست سيريس؟ ليه؟ عشان انت لما تيجي تفحر ورا الاسباب اول حاجه بتدور عليها الموست سيريس عشان تستبعدها، بعد ما تستبعدها بتروح تفكر في الموست ايه؟ في الموست كومن. ماشي؟ اي ديفرنشال دايجنوزس هتقابله في اي حته في الدنيا بس تبقى عارف الاثنين دول، مين الموست كومن ومين الموست سيريس، عشان انت بتفحر تبقى عارف انت بتفحر على ايه. خلاص كده؟ الموست سيريس بالنسبه لنا هو الجروب بتاع الايه؟ الانتستينال اوبستراكشن. طيب هتعرف الانتستينال اوبستراكشن ازاي؟ سهله. عيل بفومتنج وعنده كونستيبيشن وابدومينال بين وديستنشن. اي انتستينال اوبستراكشن ادي حته فيها سدد بيجي لك مانيفستيشن فوق ومانيفستيشن من تحت ومانيفستيشن في النص. المانيفستيشن اللي فوق هي الفومتنج، مانيفستيشن اللي من تحت كونستيبيشن، مانيفستيشن اللي في النص ديستنشن والبين. تمام الكلام؟ الابدومينال بين والابدومينال ايه؟ الابدومينال ديستنشن. خلاص؟ فانت اول حاجه تعمل كلينيكال اكزامينشن للعيل ده وتسال عن الكونستيبيشن عشان تستبعد الاسباب الايه؟ الاوبستراكشن. والله حظك وحش ولقيت الاسباب دي موجوده يبقى خلاص داخل تفحر في الاسباب الايه؟ بتاعت الاوبستراكشن. سواء كانت ميكانيكال او سواء كانت ايه؟ سواء كان ميكانيكال او كانت ايه؟ او كانت فانكشن. خلاص؟ طيب الفومتنج ده ممكن يدلك على مكان الانستنال اوبستراكشن. الفومتنج فومتنج لو في انستنال اوبستراكشن ممكن يدلك او يقرب لك المكان. الفومتنج لو كان بايلس فومتنج اعرف ان الاوبستراكشن بعد الديودرم. الفومتنج لو كان في بايل يبقى اكيد الاوبستراكشن بعد الديودرم على مستوى بقى الجيجنم، على مستوى الاليم، على مستوى الكول. انما الفومتنج لو نون بايلس يبقى الاوبستراكشن فوق على مستوى الاسوفاجس او الاستومك او الفيرست بورت بتاع الايه؟ بتاع الدمير. خلاص كده؟ يبقى من ضمن الحاجات المهمه برضه وانت بتدور على الانستنال اوبستراكشن انت بتشوف نوع الفومتنج اللي موجود، هل الفومتنج اللي موجود ده معاه بايل ولا معهوش بايل؟ بمعنى تاني لونه مخضر ولا مش مخضر؟ لو مخضر يبقى معاه بايل ويبقى اكيد الاوبستراكشن بعد السكند بارت اوف سادونينا، روح فحر وراه. تمام الكلام؟ انما لو كان الفومتنج ده مفيش معاه بايل يبقى اكيد الاوبستراكشن فوق السكند بارت بتاع الايه؟ بتاع الدوليرا. ايه؟ نفس الفكره. الفومتنج لما يكون مخضر في الغالب بيكون ده بايل. البايل طالما موجود مع الفومتنج يبقى الاوبستراكشن حصل بعد ما البايل نزل في الانتست، والبايل بينزل في الانسيستن عند السكند برضه بتاع الديودينا، يبقى في الغالب الفومتنج بيكون ايه؟ بيكون تحت. خلاص؟ ماشي؟ دايما يكون الاوبستراكشن تحت السكند برضه بتاع الديودينا لو لقيت انت جرينش ايه؟ جرينش فومتنج. خلاص كده؟ في الغالب تاني لان ممكن حاجات تانيه تعمل جرينش فومتنج. فانت بتاخد عينه من الفومتنج ده وتتاكد ان ده بايل، لو ده بايل يبقى انت خلاص كده اكدت ان ده بايل فومتنج، لو الاوبستراكشن تحت السكند برضه بتاع الانتست.
خلاص كده ماشي. قول اللي هو معايا فود يعني. لا بايلس فوميتنج اللي فيه بايلس. بايلس بايلس ده فيه بايلس. خلاص كده ها في مشكله في الكلام ده تمام. بايلس معلش نعم بايلس نون بايلس الاسباب بتبقى فوق الاستراكشر هتلاقيه موجود فوق السكند بارت اوف ذا دويدين سواء بقى في الاسوفاجس او مثلا شيبس حاجه في الاستومك او فايبروز او اي حاجه ثانيه او حاجه فوق عامله سبب للفيرست بارت بتاع الايه بتاع الدويدين ماشي كده. خلاص الكلام ده ينطبق سواء صغير او كبير اتفقنا. طيب لو انت استمعت الاسباب الموست سيريس اللي هي السنر اوبستراكشن تبدا تفكر في الاسباب الموست كومن. الموست كومن مع العيال الصغيره دايما اللي بيعمل فومتك هو الايه؟ هو الانفكشن. تقيس حراره العيل وتشيك عليه بقى تسمع صدره في مشكله في الشيست ولا لا، تشوف اليورين تعمل اليورين اناليسيس او تتابع اليورين بتاعه تشوف لونه متغير ولا في اي حاجه من الحاجات دي ولا لا، تبدا تبص على ودانه في اوتيتس ميديا ولا ما فيش، تبدا تبص على النوز بتاعته هل في نزل انفكشن في سوى الاساس ولا ما فيش، تبدا تعمل له كومبليت اكزامينشن لحد ما توصل لسبب ايه؟ لسبب الانفكشن. خلاص كده؟ بعد كده استبعدت ده ولقيت ان ما فيش انفكشن ما عادش يفضل لك جروب واحد بس تدور عليه هو الجروب بتاع الايه؟ الميتابوليك كونديشن. وده في الغالب هتلاقي معاه هيستوري بيديلك ايه؟ بيديلك على الكلام ده. خلاص كده؟ سواء بقى كنت انا فيليرز او ايه او توكسين او ايه؟ او توكسين او ايه؟ ماشي يا قوم اتفقنا؟ لما تقابل عيل جالك بقى كنت فومتنج عرفت افكر ازاي؟ بغض النظر بقى سبب الامتحان والهبل بتاعنا عرفت افكر ازاي؟ الاول استبعد الموس سيريس، بعد كده تدور على الموست كومن، بعد كده لو ما لقيتش حاجه من دول يبقى تفكر في الحاجات الايه؟ في الحاجات الميتابوليك ماشي؟ الميكانيزم ان المواد الكيميكال ده سواء اليوريميا او السكر الكتير والكيتونز الكتيره او التوكسين او الدراج كلها بتعمل ستيميشن للسيتي زد. الجيم شوت تريجر جين هو اللي بينشط الفومبلنج ايه؟ الفومبلنج سنتر ماشي؟ الفومبلنج سنتر ده ما بيشتغلش لوحده لازم يجي له اشاره من حته ثانيه. ماشي يا قوم؟ طيب لو كان الموضوع بقى كرونيك فومبلنج او ريكارنت هنفكر في ايه؟ ها؟ اقول لك اللي بيخوفنا اللي بيخوفنا الاكيوت فومبلنج. الكرونيك او ريكارنت فومبلنج معظم اسبابه كلام فاضي. تمام الكلام ماشي. اللي بيخوفنا هو الاكوت ايه؟ الاكوت فومتنج. انما الكرونيك فومتنج معظم اسبابه واشهر اسبابه بتبقى كلام ايه؟ كلام فاضي. ده ما يمنعش انك برضه اول ما بتلاقي كرونيك فومتنج اول حاجه تروح تستبعدها مين؟ اسباب الانتستاينال اوبستراكشن. ممكن يكون في حاجه عامله الانتستاينال اوبستراكشن ومطوله معاك. تمام الكلام ماشي. زي الشيبس مثلا الكونجنتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس ده بياخد وقت على ما يحصل له بروجريشن هناخده دلوقتي ويديك الكومبليت ايه؟ الكومبليت بروجريشن. تمام الكلام؟ البريتيك ايس بتطول معاك وبتديك كرونيك او ريكارنت ايه؟ او ريكارنت فورم. خلاص كده؟ فانت برضه اول حاجه بتستبعد اسباب الايه؟ الانسان اللي هو بستراكشر. عارف الموست كومن كوز للكرونيك فومتنج في العيال الصغيره ايه؟ النوم بياكل كتير وامهاتهم مش مبطله اربعه فيه. اوفر فيه. تمام الكلام؟ موست كومن كوز للكرونيك او ريكارنت فومتنج في العيال الصغيره هو الاوفر ايه؟ الاوفر فيه. تمام الكلام؟ ماشي؟ فانت اول حاجه جاي لك كرونيك فومتنج او ريكارنت وانت عارف ان الموست كومن كده وفي الاخر هيطلع كده بس ما ينفعش تروح من غير ما تستبعد انسان او بستراكشر. لازم تسعى على الكونستريشن لازم تحط ايدك تفحص هل في ديستنشن في ابدومنال بين ولا ما فيش. لو ما عملتش كده دي جريمه في حق العيان. خلاص كده؟ بعد كده بتدور على موست كومن في الغالب بتسال بقى على الفومتنج على الريت الاماونت اللي بتديها له والكلام ده في الغالب بيطلع سبب ايه؟ اوفر فيدنج. تاني ممكن يجي لك الموضوع بسبب الملك الرجي. تمام كلام؟ برضه سبب من اشهر الاسباب بتاعت كرونيك فومتنج هو الملك ايه؟ الملك الرجي. خلاص؟ ايه؟ الكرونيك فومتنج كرونيك بيكمل معاك اكتر من اسبوع 10 ايام او ريكفر كل شويه يقع فيه. خلاص كده؟ يبقى من الاول بتستمع الحاجات دي موست كومن الاي او بعد كده بتدور في الموست في الموست سيجنس وبعد كده بتدور في الموست كومن اللي هم الاثنين لهم علاقه بالاكل الاوفر فيدنج والملك ايه؟ والملك الرجي. ها خلاص كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب بعد كده الاسباب المجموعه الثالثه اسباب فيجايتي زي مثلا اكاليزيا الجير الشيبس في اوله يعمل لك الكلام ده. تمام الكلام؟ اي بقى باثولوجي في الكبتك السر لو عنده جاسترايتس كل الكلام ده ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل فومتنج. خلاص كده؟ فاحنا لو جالك كرونيك او ريكارنت فومتنج برضه عينك اول حاجه بتستبعدها الاسباب البوست سيريس اللي هي علامات الانتصال اللي ايه؟ هو استراكشر. الدنيا سليمه عينك على البوست كومن اللي هم في الغالب هيطلعوا كده الاكل اوفر فيدنج او الاكل منه حساسيه الملك ايه؟ الملك الاليرجي. على فكره في الغالب معظم الاطفال لما تجرب نوع الملك بيجي لها فومتنج ومستمر معاها. تمام الكلام؟ ماشي؟ حتى لو ما عندوش منه الرجي بس لما تغير نوع الملك حتى العيال ده على طول بتفومت. ليه؟ المعده متعوده الجوزه بتاعت الانتستن متعوده على حاجه معينه مجرد ما تتغير بيعمل لها اريتيشن وتعمل لك ايه؟ وتعمل لك فومتنج. خلاص كده؟ ما لقيتش موست سيريس والموست جون مش موجودين ابدا فحر في ايه؟ ابدا فحر في الجي اي بي. خلاص؟ ممكن يكون عنده سوفجايتس ممكن يكون عنده كاسترايتس ممكن يكون عنده اكاليسيا ممكن يكون عنده جيرد ممكن يكون عنده شيبس اي حاجه من الحاجات دي بتعمله ايه؟ بتعمله كرونيك او ريكارنت ايه؟ او ريكارنت. خلاص كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ ما تستبعدوش او ما تستغربوش وجود جيرد
رجال جلد في عيال صغيره كتير، بس ما عندوش وجود جاسترايتس في عيال صغيره. عيال صغيره دلوقتي كان بيجي لهم جاسترايتس كتير، بس ما بعدش وجود مثلا اكاليزا في عيال صغيره، وارد يجي له اكاليزا في عيال صغيره. انما دي حاجات مش هي المفروض تكون صحيح، بس وارد تكون ايه؟ وارد تكون موجوده. خلاص كده؟ الرجال ديفرنشال دايجنوز بقى ليه؟ بتاع الفومتنج في العيال الصغيره. ها في مشكله في الكلام ده؟ هو على طول هيبومت افتر فيدي، بس الام دايما بتيجي بيها ما بتجيش فيها من اول يوم ولا من ثاني يوم. الام بتلاقيها جايه بقى بعد 10 ايام، تقول لك الواد ده بقى له 10 ايام بيركز، بقى له 10 ايام بيركز، بعدها على طول الام بتسرع في المكس، بتسرع الاوفر فيدنج على طول. خلاص الميكا ليرج بتحاول معاه اليوم والثاني والثالث، بتحاول تغير وتخفف وتزود التركيز وتقلل التركيز، ويجي لك بعد كده بشكل كرونيك فومتنج. تدوس ان هي ممكن تجيب اكل فومتنج، اه تجي لك باكل فومتنج، بس ده مش ده المين جوز اللي هيخليها تجي لك باكل فومتنج. خلاص كده؟ ها في مشكله في الكلام ده؟ الاكاليزيا بص، الاكاليزيا مش ماشيه كونجنتال ولا الجلد يمشي كونجنتال. الحاجات دي اتقال عليها لها جينيتك اسوشيشن او اتقال عليها انفيرومنتال فاكتور. تظهر بعد فتره؟ اه تظهر بعد فتره. تظهر بعد قد ايه؟ ما اعرفش. ممكن تيجي العيل بعد سنه بعد سنتين تظهر له، ممكن تيجي لحد كبير بعد 30 سنه او بعد 20 سنه. خلاص دي مالهاش تايمنج للستيشن بتاعتها. خلاص كده؟ طيب لو جالك عيل بابدومنا البين قول الاوفر فيدنج، اللي هو مثلا الام عماله بترضعه او بتحشيه كتير، يعني مثلا المفروض اقل عيل صغير يرضع له في اليوم مثلا 7 لـ8 مرات، لا دي بترضعه كل نص ساعه مره، كل ساعه مره، لا 12 مره 13 مره في اليوم، بتعمل له رضعه حتى لو مش بريست فيدنج، بتعمل له فورمولا فيدنج برضه نفس الفكره، بتعمل له 60 70 رضعه في اليوم، يعني المصري ان هي بتطول اكتر من الطبيعي بتاعها. بس هي مثلا ساعه او لا، ما ده مش فيه مشكله. الاوفر فيدنج المقصود بيه ان الكونتنت او اللي خده سواء بقى كاماونت او على مستوى الفريكونسي اكتر من اللي جسمه محتاجه، سواء بقى خده اللي هي الرابعه بخطوه قوي او خده ان الكاتل من الفريكونسي اكتر ايه؟ اكتر من الطبيعي. طالما الفيدنج اكتر محتاجات هيوديه فين؟ اعمله ايه؟ اعمله جوه. خلاص؟ سواء على مستوى التايم انترنتال تول او على مستوى الفريكونسي اللي ايه؟ اللي بيعمله. خلاص كده؟ طيب من ضمن الديفرنشال دايجنوز تاني المهم في العيال الصغيره سواء النيتا او الشيلدرن، لو جالك بقى ضمن الايه؟ جالك بقى ضمن البين. خلاص هو ما اكتر الادومنا البين مع العيال الايه؟ مع العيال الصغيره. بس دايما الادومنا البين العيال مش هيجي يقول لك بطني بتوجعني الا لو حد فوق 3 4 سنين. العيال الصغير تيجي بايه؟ تيجي بسكرينجنج وتلاقيه عمال يتلوى، بيصرخ وعمال يتلوى ويضم رجل عليه. مهم قوي دي عشان تعرف بقى الانفنت او النينيت ايه الادومنا البين اللي عنده. رمى الادومنا البين هتلاقيه عمال بيعيط، العيال الصغيره بتعيط على طول. انما مع العياط هتلاقيه بيتلوى وياخد رجله ويضمها ايه؟ ويضمها على بطنه. تمام الكلام؟ ماشي. يعني هو صعب يعني، هو في فرق انه بيحرك رجليه وفي فرق انه بيضم رجله على بطنه قوي طول فتره الادومنا البين. انت لما بيجي لك مره اسبوع تتلوى، هو بالظبط التلويه بتاعته كده، انه بيقعد يصوت ويقعد يعيط بس ما بيعرفش يشتكي، يقول لك بطني بتوجعني، فبيعمل ايه؟ بيلم رجله على بطنه. ماشي؟ ليه الفكره كده؟ انه بيحاول يريلاكس الادومنا الغول، انت بتاثر المسافه بتاعتك، فبيحاول يريلاكس الادومنا البين الادومنا الغول، فبيخف الضغط الموجود جوه الايه؟ جوه الابدومنا. ده احيانا بيساعد في الريليف بتاع البين مع العيال الصغيره. خلاص كده؟ فانت في الغالب عشان تعرف السبب ادونا البين هتعرف حاجه من الحاجات دي. طيب الادونا البين هيجي لك يا اما باكيوت يا اما هيجي لك بايه؟ كرونيك ادونا البين. الاكيوت مش هتغلب فيه، اصل الاكيوت ادونا البين معظم اسبابها بتبقى في جي اي تي انفكشن بقى في اي حته. تمام الكلام؟ جاله مثلا جاسترونترايتس هيجي لك بقى ادونا البين، باين نوفايتس، جاله بانكيروتايتس، اي انفكشن او اي انفلاميشن على مستوى الايه؟ على مستوى جي اي تي هتلاقي جالك بالادونا الايه؟ بالادونا البين. ما تنساش ان الدي كي اي برضه ممكن تجي لك بابدومنا البين، ده من اشهر البريزنتيشن اللي بتيجي بيها انها بتيجي بابدومنا الايه؟ بابدومنا البين. خلاص كده؟ ماشي؟ يبقى انت بتفكر برضه في الانفكشن، فضلت الادومن كلها في الانفكشن تفكر فيها، تفكر في الحاجات الميتابوليك برضه زي الدي كي اي لازم تحطها في اعتبارك وما تنساهاش. ده الاكيوت ابدومنا الايه؟ الاكيوت ابدومنا البين. الاهم من كده بقى الكرونيك ابدومنا البين. عيله صغيره او بالذات بيجي في البنات او عيل صغير جاي يشتكي على طول من كرونيك ابدومنا البين، كرونيك ابدومنا البين. فكر فيه، فكر فيه. اي في اس بيجي في العيال الصغيره، اه بيجي في العيال الصغيره، واللي بيحضر مع الدكتور محسن اكيد شاف حالات كتير زي دي. تمام الكلام؟ في ميل بنت صغيره 4 5 سنين وعلى طول عندها شكوى من كرونيك ابدومنا البين، دايما حط في اعتبارك الليتا والباول ايه؟ الليتا والباول بيجي في العيال الصغيره، اه بيجي في العيال الصغيره، والانسنس بتاعها عالي فوق ما تتخيل. ولو حد فيكم بيحضر يوم مع الدكتور محسن اقل يوم لازم تلف على 3 4 حالات اي بي اس بالاستبعاد كده؟ ايه؟ اه بالاستبعاد، كله بالاستبعاد. ما شفتش حاجه خالص، ما شفتش اي بي اس، ده الموضوع اتغير بقى خالص. بتهزروا والله؟ لا ازاي؟ على فكره ده بيجيله حاجات كتير غير النيو، ده بيجيله حاجات كارديك وبيجيله حاجات اليوم بتاع يوم الاحد اللي هو اليوم الطويل.
ده بيبقى حالته طوارئ بقى. الدولمكس ده كان بيجيله كارديو، كان بيجيله جي اي تي، وكان بيجيله كل حاجه. ما عادش بيستقبل النيورو بس، غلطان وبره. بعد كده كان بيفيد ناس كتير قوي في الحاجات دي. الناس بتفضل تلف الجمرات دي وما حدش كان بيبطل. عمو محسن من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. لا والله بجد ربنا يبارك. انا حضرت معاه بتاع 3 مرات. انت عارف انا شايف اكبر وصله قوه له قوه الملاحظه اللي عنده. عنده قوه ملاحظه رهيبه فوق ما تتخيل. مش قوه ملاحظه رهيبه، قوه ملاحظه رهيبه. لا صدقني الشطاره جايه من قوه ملاحظه والله. يعني انت تبقى الواد عمال تقلبه يمين وشمال ويقول لك شايف ودن العين عامله ازاي، شخص من ودن العين، يقول لك شايف النزله بتاع العين عامله ازاي، شخص من نزله العين. موضوع قوة ملاحظة زائد الخبرة بقى، شاف حاجات كتير، شاف حاجات كتير قبل كده. ربنا يبارك له، عقبال كده لما تبقى زيه. ماشي؟ بس انت تبقى زي فطور سينا، تعمل فطور سينا بالكلام. خلاص؟ يبقى لما تلاقي عيل صغير بيشتكي من كرونيك ابدومينال بين، فكر في مين؟ الموست كومن، موست كومن الاي بي اس، ريتال باول ايه؟ ريتال باول سندروم. خلاص كده؟ طيب، الاي بي اس له كرايتيريا كده معينة، هي مفيدة في الكبار مش مفيدة في الصغيرين. ان البين بيتحسن لما يخش الحمام، ان البين بيتحسن لما يعمل ايه، لما يعمل ديفيكيشن. خلاص، ان الاستول بيبقى عباره عن سمول، بيبقى حاجه صغيره. عارفين الاستول بتاع المعيز؟ اكيد عارفه بتاع بتاعته اي حاجه غير المعيز يعني. خلاص، الليمون شيب الاستول بتاعته، ايوه الليمون شيب بيبقى حجمه ايه، بيبقى حجمه صغير. تمام الكلام ماشي. فالكراتين اللي بتشوف في التشخيص بتاع الاي بي اس ان الاستول يبقى سمول، حته صغيره. الحاجه الثانيه ان البين بيحصل له ريليف افتر ايه، افتر ديفيكيشن. كمان في الاي بي اس ممكن يجي له كونستريشن، ممكن تلاقي معاه دايريه، يا كده يا كده. يعني مش شرط ان يبقى كونستريشن بس ولا دايريه بس، ده بيبدل شويه كونستريشن وشويه ايه وشويه دايريه. خلاص، دي الكاراتيريا بتاعت الايه، بتاعت الاي بي اس. اتفقنا؟ يبقى اشهر سبب للكرونيك ابدومينال بين في العيال الصغيره، وما تستبعدوش، ما تفتكرش انه مش هيجي في العيال الصغيره، لا بيجي في العيال الصغيره، الاي بي اس اللي ريتال باول ايه؟ ريتال باول سندروم. خلاص كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ بعد كده فكر بقى في فيرتك السر، عادي فكر في فيرتك السر، تيجي او تروح تيجي في العيال الصغيره. دول اشهر سببين بيعملوا كرونيك ابدومينال بين على مستوى العيال الايه؟ على مستوى العيال الصغيره. ماشي يا قوم؟ خلاص كده؟ على الديفرنشال دايجنوز بتاع الفومتنج وبتاع الابدومينال ايه؟ الابدومينال ايه؟ ماشي. بس تعالى يعني انت في الانترسبشن يعني ممكن يكون انت فاتح الفلوس ده بيصور ورقه دي بنعرفها وخلاص. ماشي، انما انت في الانترسبشن هتلاقي موجود ان الشيبس هتلاقي زي ما هو يعني ده كلام كده موجود الموضوع بس يبقى التقسيم كله زي ما هو. بس انت الديفينيشن دايجنوستكس كل واحد بيعرضه بطريقته. يعني ممكن ابص لك لاسباب 1 2 3 4 بس انا شايف ان احسن عرض للموضوع ده انك تقسمها 1 2 3 وهكذا. خلاص كده؟ طب نركز يلا في الانترسبشن. مهم الموضوع ده بيجي في العيال الصغيره، واهم حاجه انه بيجي في العيال الصغيره تحت السنه. بيجي في العيال الصغيره تحت مين؟ تحت السنه. الانترسبشن على فكره بيجي في العيال في الناس الكبار برضه بس فوق ال 60. خلاص كده؟ الانترسبشن يعني ايه انترسبشن يا قوم؟ يعني ايه انترسبشن؟ ايوه انفوجينيشن. لو ده الانتستن ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انفوجينيشن للوب من الانتستن في لوب ثاني. تمام الكلام؟ ماشي؟ انفوجينيشن للوب من الانتستن في لوب ايه؟ في لوب اكوم ثاني ومور عشان تبقى الموضوع واضح اكتر. انفوجينيشن للبروكسيمال لوب وزن ذا ديستال لوب تاني ومهم. انفوجينيشن للبروكسيمال لوب من الانتستن في ديستال ايه؟ في ديستال لوب. عمر العكس ما يحصل في الانترسبشن. الانترسبشن لازم حته من اللوب اللي فوق هي تخش في حته من اللوب الايه؟ من اللوب اللي تحت. خلاص كده؟ يبقى ايه اللي بيحصل عندنا في الانترسبشن؟ عباره عن انفوجينيشن او في كتب ثانيه تلسكوبنج اوف ابروكسيمال لوب من الانتستن وزن اديستال ايه؟ وزن اديستال لوب. خلاص؟ ليدنج تو ان ده في بريستالسيس فهيضغط على اللوب اللي داخل جواه، يقفل البلود فيسل بتاعته، فممكن يعمل في سكيميا، ممكن يعمل في نكروز. خلاص؟ يبقى الانترسبشن عباره عن انفوجينيشن للوب الانتستن بروكسيمال لوب انتو اديستال ايه؟ انتو اديستال 1 ليدنج تو كومبريشن للبلود فيسل ويحصل سكيميا ونكروزز للوب اللي ايه؟ للوب اللي داخل. تمام الكلام؟ ماشي؟ خلاص كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ انا الديفينيشن بتاعه. ليه بيحصل انترسبشن يا جدعان؟
ها النون صحيح هو النون صحيح اه والله فعلا النون بس في شويه ديسك فاكتور مهمه ومحترمه ايه الايديولوجي بتاع الانتر سبشن الايديولوجي بتاع الانتر سبشن عشان يحصل بصوره عامه لازم يكون في نقطه هي اللي بتخلي اللود ده يتحرك ويخش في اللود الثاني بيسموها ليدنج بوينت بيسموها ليدنج بوينت النقطه اللي عندها اللوب الاولاني هيتقلب ويتحرك ويحصل انفجريشن في اللوب الايه في اللوب الثاني ايه الفكره لو دي انجستن عالي لوب شغال وفي هنا بولس من الفوق حته اكل موجود ايه اللي بيحصل على الميكوزان في البريستالسيس ان المنطقه اللي فوق بتكون دراكت والمنطقه اللي تحت بيحصل لها ريلاكسيشن عشان المنطقه اللي فوق تزق البولس وفود وتنزل تحت في المنطقه اللي بعدها وهكذا لان المنطقه اللي فوق بتكون دراكت واللي تحت بتريسيف بتريلاكس عشان تستقبل لما توصل هنا دي تكون تراكت ودي ايه ودي تريلاكس ايه اللي حصل هنا ده لو كان في بولس وفود خلاص يجي مع الـ مع الانترسبشن في الغالب بيكون في يا اما ماس موجوده وعمرها ما تتحرك يا اما ريبيتد جاسترونترايتس مع العيال الصغيره فالبايرز باتشز اللي موجوده بتكبر ويحصل لها انلارجمنت وتعمل اليفيشن للايه اليفيشن للميكوز الماس ده الموست كومن في الناس الكبار انما الموست كومن ليدنج كوز للانترسبشن في العيال الصغيره ريكرنت جاسترونترايتس فحصل انلارجمنت للليمفاتيك تيشو اللي موجود تحت الميكوزا فعلي وعمل اليفيشن للايه اليفيشن للميكوزا والجزء اللي فالك تيشو اللي كبر ده حصل له بروتوجن في قلب الايه بروتوجن في قلب اليوم خلاص كده فايه اللي يحصل يقوم الحته التست اللي فوقها مفكره ان دي بولس للايه بولس للفوت خلاص كده فعماله تعمل كونتراكشن ودي تريح تعمل كونتراكشن ودي تريح والحته دي برده ما ايه ما بتتحركش وكل دي ما بتتحركش كل ما دي تتجنن اكتر وتزود البريستالس وتزود الكونتراكشن ودي تعمل ريلاكسيشن ايه ريلاكسيشن اكتر من السيفيريتي بتاع الكونتراكشن للمنطقه اللي فوق والريلاكسيشن اللي تحت يقوم اللوب شخصيا اللي عامل بريستالسيس يتقلب ويخش في اللوب الايه في اللوب اللي بعد منه خلاص كده ماشي ما هو مش قادر يحرك الحته دي فبيتحرك وياخدها ايه وياخدها معاه بيقلبها شراب عارفين الموضوع ده خلاص كده يبقى دي قصه الانترسبشن يبقى الانترسبشن هو ملوش سبب واضح انما الموست كومن ريسك فاكتور بتاعه ان يبقى في ليدنج بوينت في حته موجوده على طول الميكوزا او طول اليومن والبريستالسيس مش قادر اتحركها هي يعني متعودة ان اللي موجود هنا اكل فانا بنقبض يقوم يمشي قدامي والحته اللي بعد كده تستقبله تيجي تنقبض عليها ما تنزلش فتزود الكونتراكشن تنقبض عليها ما تنزلش فتزود الكونتراكشن مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه يقوم اللوب شخصيا المسلز اللي عماله تتحرك دي تكون تراكت وتقلب نفسها وتكون داخله في اللوب الايه في اللوب اللي بعد كده خلاص كده ده بيحصل في العيال الايه في العيال الصغيره نفس الميكانيزم بالظبط اللي بيجيب انترسبشن في الناس الكبيره بس الموست كومن كوز مش جاسترونترايتس كولون كارسينوم تمام كلام ان يبقى في ماس في الغالب يا اما بولب يا اما كولون ايه كولون كانسر خلاص كده على الفكره والباثولوجي او الايتولوجي بتاع الايه بتاع الانترسبشن ماشي يا قوم ها في مشكله في الكلام ده خلاص طيب على كده الايتولوجي او الريسك فاكتور ايه الكلينيكال ميكانيزم اللي بيجي على العيل بتاع الانترسبشن ها بيجي يشتكي من ايه ايوه على بدل الانترسبشن نفس الفكره انا عندي حته اتقفل دلوقتي فبقى بالنسبه لنا قبل كده الاكل مش عارف يعدي عمال يتجمع فيحصل لك ايه فومتنج صح فومتنج لوحدها يبقى ده قلت كلمه معلومه مهمه ها فومتنج لوحدها يبقى ما قلتش حاجه ها ها فومتنج الفومتنج في ميزه مهمه قوي باي باي فيروس فومت زي ما يزيد الانترسبشن ليه الموست كومن كوز بتاع الانترسبشن او الموست كومن سايت بتاع الانترسبشن بيجي فين ها بيجي فين ها هقول لك الموست كومن سايت بتاع الانترسبشن بيجي فين شفت عرفت ان النتيجه بتدل على نفسك بيجي في الاليو اليو سيكانيجي اكتر حتتين بيخشوا في بعض حته صغيره بتخش في حته واسعه الاليوم بيخش في الايه بيخش في السيكو الموست كومن سايت اللي بيجي في الانترسبشن بالاي في منطقه الاليوم الاليوم بالاي يبقى كده الاوبستراكشن تحت الديودينم ولا لا جديدين فلما يجي يحصل فومتنج الفومتنج هيبقى معايا ايه؟ هيبقى مع بايلس خلاص كده؟ يبقى اتفقنا اول برزنتيشن هيبقى موجود عندها البايلس ايه؟ البايلس فومتنج خلاص كده؟ ليه بايلس فومتنج؟ لان الاوبستراكشن موجود في المنطقه تحت السجن برضه زي وزاد الليل ماشي يا قوم اتفقنا على كده؟ طيب على كده البايلس فومتنج احنا عندنا اوبستراكشن زي ما اتعلمنا هتقفل من المانيفستيشن من فوق اللي هي الايه؟ الفومتنج ولازم توصف الفومتنج بالله عليك ما تقولش في اي حاجه في الجي اي تي فومتنج من غير ما تنزل قبلها بايلس ولا نون بايلس دي بتخليك تمشي في اسباب وبتخليك تمشي في اسباب ثانيه خالص خلاص كده يبقى بايلس فومتنج اول حاجه طب وفي النص هنلاقي ايه؟ هنلاقي ابدومينال بين عيل صغير مش هيشتكي من ابدومينال بين هتلاقيه عمال يصور سكريمنج بين تمام كلام صدن اونست لان الموضوع ده بيحصل مره واحده صدن اونست وسيفير ابدومينال بين على مستوى النيونيت او اللي هو هيجي ايه؟ هيجي يصرخ خلاص كده طب ومن تحت هنلاقي في ايه؟
بيحصل كونستريشن، بس المنطقه اللي بيحصل لها سكيميا بتخرج شويه دم، فممكن يجي لك شويه ليدنج شويه بلاد دايركت. تمام الكلام ماشي خلاص. الكونتنت اللي كان موجود قبل كده يجي له دم فيعمل ايريتيشن، فممكن يحصل لنا بلاد دايريا او ممكن نمسيها بليدنج بير بالريكتم. خلاص كده يبقى من فوق بايلس فومتنج ومن تحت بليدنج بالريكتم او بلاد دايريا، في النص عندنا سكريمنج او الابدومنا الايه او الابدومنا البين. هو الفكره في انترستانال اوبستراكشن بيطول معاك، فده بيعمل لك كونستريشن، ده بيبقى حاجه اكيوت. قبل ما يحصل الموضوع ده كده كده كان في كونتنت موجود هنا، كان في كونتنت موجود ديستال، والاكل كان شغال كويس، يا مره واحده اللوب قلب في اللوب الثاني. الحته اللي بيحصل لها سكيميا هنا بيبدا يخفر دم، بيحصل لها سكيميا والكلام بيحصل لها سلافين بيبدا يخفر دم. البلاد لما يجي ان كونتاكت مع الميكوزا اللي تحت كده بتشغل البريسلز بتاعتها ويجيب لك بلاد دايركت. خلاص كده ماشي. لا بعد كده خلاص ايوه، بعد كده هيكمل كونستريشن، بعد ما يفضي الكونتنت اللي كان موجود هيكمل كونستريشن، بس مش هيلحق عشان الموضوع اكيوت. ماشي هيخف هيتعالج او هيخف، هو مش هيموت في الغالب، احنا هنعالجه ان شاء الله. خلاص كده ماشي. يبقى دلوقتي عندنا قدامنا البين وشويه البلاد اللي بيخرخروا هيلفت الميكوزا اللي تحت ويعمل لك في الاول بليدنج بالريكتم او بلاد دايريا، بعد كده يعمل لك ايه؟ يعمل لك كونستريشن. خلاص كده كل الكلام ده هاتش لو ما قلتش حاجه بصمموني في الاخر مع العيال بتوع الانتر سبسبشن مع الريكتال اكزامينيشن. في حاجه مشهوره قوي اسمها ريد كارنت جيلي ستول، حاجه مشهوره قوي مع الانتر سبسبشن في العيال الصغيره. لما يجي لك الشكوى دي وانت تفحص وفي ابدومنا ديستنشن وفي بين وفي فومتنج من فوق وتيجي تعمل ريكتال اكزامينيشن، ده على الجلافز بتاعك في ريد كارنت جيلي ايه؟ ريد كارنت جيلي ستول. تمام الكلام ماشي. ستول سيمي سوليد شبه الجيلي، الكونسيستنس بتاعته شبه الجيلي ومحمر عشان شويه البلاد اللي نازلين. خلاص دي حاجه بس بنمونك، لو دخلت في الشفا مش هتسال الا دي على انتر سبسبشن، لو في الفرنيت اللي ما كتبتهاش اعتبر نفسك ما كتبتش حاجه ثانيه. خلاص يبقى بس بنمونك ساين ده الانتر سبسبشن عباره عن الريد كارنت جيلي ستول مع ريكتال ايه؟ مع ريكتال اكزامينشن. ماشي يا قوم؟ خلاص كده في مشكله في الكلام ده؟ طيب يبقى البرزنتيشن بتاعنا خلاص من فوق بايلس فومتنج، هنا قدمنا البين والديستنشن لو لحق يحصل ديستنشن، من تحت كليننج بالريكتم او بلاد دايريا، لو جيت تعمل ريكتال اكزامينشن هتلاقي ايه؟ ريد كارنت جيلي جيليستو. تمام الكلام؟ قول كده هتتكلم ولا بتغرش؟ طيب اما نيجي تعمل ريكتال اكزامينشن ممكن تلاقي حاجه ممكن ما تلاقيش على حسب، احنا نقدر الاوبستراكشن فين؟ في الغالب موجود في المنطقه الاليو ايه؟ الاليو سيتال. فممكن لما تيجي تحفظ تفحص منطقه الرايت اليك فصه تلاقي موجود هناك ماس موجود، والماس بتبقى مطوله شبه السوسيس فيسموها سوسج شيب شيب ماس، بتبقى موجوده في الرايت اليك ايه؟ رايت اليك فصه. خلاص كده؟ يبقى العيال بتاع الانتر سبسبشن بيجي لك سكريمنج، هم بتيجي تشتكي من بايلس فومتنج، هم بتيجي تشتكي من فومتنج وتقول لك في بليدنج، هتشوف السكريمنج لا ده بالفحص ده بايدك كلينيكال اكزامينشن بايدك بالبيشن. ماشي؟ خلاص؟ هو نعمل اكزامينشن ما عادش لازم دلوقتي، بس لو حبيت تعمل اي حاجه في يوم من الايام يعني. خلاص كده؟ يبقى الاول فومتنج سكريمنج فهيجي لك بالبلاد دايريه، سيادتك هتحط ايدك على رايت ايلك فصه هتلاقي السوسج شيب ماس، سيادتك هتيجي تعمل ريكتال اكزامينشن هتلاقي الريد كارنت جيلي ستول. ماشي؟ تاني اما حاجه تكتب ايه؟ الريد كارنت جيلي جيلي ستول. خلاص انت كده اشخاص انت سسبشن ما تسمعش انك تعمل انفستيجيشن، بس لو حابب تعمل انفستيجيشن هنعمل ايه؟ ايوه اي حاجه شايف في اتصال اوبستراكشن اول حاجه بتعملها اكس راي. اكس راي تمام الكلام ماشي. الاكس راي لو في اتصال اوبستراكشن بتلاقي ايه؟ حاجه اسمها مالتيبل، تاخدها في الجراحه ان شاء الله السنه الجايه، مالتيبل فلويد ليفل دي عامله زي سكريننج كده للانترستانال اوبستراكشن. اي حد شكيت فيه انترستانال اوبستراكشن بتعمل له ايركت ابدومنا الاكس راي وتتفرج عليه، لو لقيت فيه مالتيبل فلويد ليفل دي حاجه تقول لك ان فعلا احتمال كبير يبقى فيه انترستانال ايه؟ انترستانال اوبستراكشن. على طول بعد ما بتعمل وبتلاقي كده وراها الدر ساوند عشان تدور على الناس اللي موجوده او تدور على الاوبستراكشن اللي موجود. خلاص يبقى الانفستيجيشن بتاعنا مش الكلام ده مش هينطبق على الانترستيشن بس، ينطبق على اي حاجه سيادتك عندك سسبشن ان فيها انترستانال اوبستراكشن، بتعمل ايه؟ السكرينج تيست بتاعك ايركت ابدومنا الاكس راي، الاكس راي العين هو واقف بتلاقي فيها مالتيبل فلويد ليفل. خلاص لقيت الكلام ده موجود بعدها تبعته بتاع السونار يعمل الترا ساوند عشان يحدد لك مكان الاوبستراكشن فين، او لو في ماس موجود او في اي باثولوجي بوينت انت شايفه هو يبدا يقول لك ايه؟ يقول لك عليه. خلاص كده؟ يبقى الانفستيجيشن ثابته اكس راي ومالتيبل فلويد ليفل بعد كده الترا ساوند عشان يحدد لك مكان الايه؟ مكان الاوبستراكشن. خلاص؟ مش موجوده في الكتب بس لو حد لقاها في اي حته بيحصل حاجه اسمها التارجت تارجت ساين اللي بنشوفها في السونار.
ان اللوب داخل في اللوب الثاني انت السونار بيقطع حتت عرضيه ما بتشوفش بالطول، فانت بتلاقي اللوب اللي داخل في اللوب واخده مقطع واحد، فتحس ان في دايره جوه دايره، هي دي اللي بيسموها التارجت ايه؟ التارجت سايت. خلاص كده؟ ده اللوب اليمين وده اللوب اللي داخل ايه؟ اللي داخل جوه، ده اللي بيعمل في الالترا ساوند اسمه تارجت ايه؟ تارجت سايت. خلاص كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب انا كده قصه الانتس ايه؟ قول الانتس ايه؟ المالتيبل فلويد مش هتعرفها لما تشوفها في الاكس راي، افتح كده لما تروح اكس راي انتسار ابستراكشن. ماشي؟ بتلاقي العيان تلاقي مثلا هنا كده زي دايره كده وفي فلويد ليفل، دايره كده وفي فلويد ليفل، دايره كده وفي فلويد ليفل، دايره كده وفي فلويد ليفل. هتبقى قوي في الاكس راي، افتح كده دور على النت اكس راي للانتسار ابستراكشن. خلاص كده؟ بعد كده بتعمل الترا ساوند هيوريك مكان الماس، هيوريك اللوب اللي داخل ايه؟ اللي داخل في اللوب الثاني. طب هنعالج الوقت ازاي؟ هنعالج الوقت ازاي؟ سيرجري سيرجري ها؟ لما في كده سيرجري ها؟ هي سيرجري هي سيرجري يا عم، ايه رايكم؟ بتشوف السبب مثلا لو في انفكشن ولا ها؟ العلاج كالعادة سبورت مش سبيسيفيك علاج كوميونيكيشن، السبيسيفيك ده لما نعالج بقى الانتر سبسبشن يبقى نقلل الريكرنت بتاع الانفكشن والقصة دي. انما الوقت لما بيقول انت سسبشن قبل ما بيحاولوا سيرجيكال بيعمل حاجه اسمها هايدروستاتيك ريدكشن انيما، حاجه اسمها هايدروستاتيك ريدكشن انيما، بيحاول يرد اللوب ده بالميه. تمام الكلام؟ بيحاول يرد اللوب في الايه؟ وعشان كده ركزت في الديفينيشن ان حصل انفجينيشن لبروكسيمال لوب في ديستال لوب، عشان لما السيرجيكال تيجي من عند الايه نص وتزق حاجه تحت ضغط ممكن تاخد اللوب اللي دخل ده اهو وترجعه يتفرد ايه؟ يتفرد من تاني. تمام الكلام؟ بيعملوها بميه او في الغالب بيعملوها بباريوم انيم عشان الباريوم تقيل فياخد اللوب ويزقه ايه؟ ويزقه قدام. خلاص كده؟ يبقى في السيمبل كيسز بيحاول بحاجه اسمها هايدروستاتيك ريدكشن انيما ما جابش معاه نتيجه يبقى خلاص بيخش سيرجيكال ويبدا يعمل سيمبل ريدكشن بيفصل الاثنين لوبس عن بعض، الا لو لقى ان في حته بقى نكروتيك او فيها جنجرين يقطعها ويوصل الاثنين التانيين ايه؟ الاثنين التانيين ببعض. خلاص؟ يبقى في التريتمنت بتاعنا بنحاول الاول في السيمبل كيسز الهايدروستاتيك ريدكشن انيما بنرجعها بالانيما، وبعد كده ما نفعش بنخش سيرجيكال كوركشن بنعمل سيمبل ريدكشن بنفصل الاثنين لوب بس عن بعض، ولو لقيت ليدنج بوينت او ماس موجوده تبدا تشيلها، لو لقيت اي حته من اللوب بقت سكيميا او حصلها جنجرين او حصلها نكروزز بتقطعها وتوصل الاثنين التانيين ايه؟ الاثنين التانيين ببعض. خلاص كده؟ قول. بعمل الباريوم انيما رغم وجود بليدنج اصلا؟ رغم وجود بليدنج. مش هيفرق معايا. اللي انت بتحقنه ده الباريوم هياخد اي حاجه موجوده قصاده وياخدها ويمشي بيها لقدام، ولو قابل اللوب قدامه هياخده ويرجعه كمان. وبعد كده احنا بندي بعد كده احنا حاجه زي بيرجاتيف تمشي كل حاجه ثانيه. مش عاوز مش عاوز لا ما هو مفيش هنا البروتكت تيشو اللي بيحصل دبرز سلافنج للابيثيليوم، الابيثيليوم اللي بيحصل له سكيميا بيقع ويموت. مفيش ماس والكيعة كده نكروز موجود، شوية ستافنج بس الابيسيم اللي موجودين، هياخدهم في سكته وعادي ممكن احنا ندي بركات بعد كده وننزل. ها في مشكلة في الكلام ده؟ خلاص كده قول. لا الهايدروستاتيك ريدكشن ده بمية، سمبل ريدكشن بإيدك أنت بس وترجع الاثنين من بعض. بعد ما افتحت بعد الفتح، لا مكتوبة بعد السيرج. خلاص كده؟ في مشكلة في موضوع الانتر سبشن؟ مهم على فكرة ومشهور، عارف 10 سن له كام؟ 10 سن له كام؟ من 5 شهور لسنة. 10 سنين له كام؟ من 5 شهور لسنه. اوعى تستبعد انت سبشن في عيل صغير، يريد كان ويل دوينج وكان ويل نورشد وكان كويس وزي الفل بياكل حلو والبروس بتاعه حلو ومره واحده صدم اكيوت ابدومينال بين بيصرخ ومش مبطل خالص. تمام الكلام؟ سكيت شهادتك وعملت ليك الاكزامينشن لقيت ليك كارنت جينز تول على طول بيساوي انت صغير انت سبشن. تاني الموضوع مشهور، تاني الموضوع كومن، تالت الموضوع تحطه في دماغك عشان ممكن تقابله في اي يوم من الايه؟ اي يوم من الايام. بصب نمونك ريد كارون جيل ستون على ريكتال ايه؟ مع ريكتال اكزامينشن. نيجي برضه لحاجه من الحاجات الكومن في العيال الصغيره الاستوماتيتس. دي تقريبا اشهر شكوى ممكن تقابلها. دايما الامهات بتيجي الولد ما بيرضعش، الولد ما بيرضعش، الولد ما بيرضعش. ليه؟ يفحر كده في بقه تلاقي في اورال انسر ايه؟ في اورال انسر موجود. خلاص كده؟ اول ام تبقى ناصحه واعيه من الاول تقول لك الواد ده بقه مليان ايه؟ مليان قرح. خلاص؟ الموضوع مشهور جدا فوق ما تتخيل. عندنا الايه؟ الاستوماتيتس. الاستوماتيتس انفلاميشن على مستوى الاورال ايه؟ الاورال ميكوس. الاستوماتيتس دي منها اربع انواع. في النوع السادس احنا بنشوفه باستمرار اسمه خطاره الاستوماتيتس. تمام؟ في النوع اللي بيجي مع الهربس بيسموه فيربيتك استوماتيتس. في النوع اللي بيجي مع الكانديدا فبيسموه كانديدا الاستوماتيتس. في النوع هو رير بيجي بس في الناس السفيدي يجيله كومبرومايز بالذات الافارقه بيسموه جانجرينوس
استوماتايتس او يمكن سمعتوا الاسم كانكرم اوريس. هتسمع الاسم ده قبل كده؟ فصلت شفت الواعي الكانكرم ايه؟ الكانكرم خلاص كده. يبقى الاستوماتايتس عندنا، الاستوماتايتس عندنا اربع انواع، يا اما الكاتارا الاستوماتايتس اللي هي النون سبيسيفيك ودي الموست كومن، يا اما الهربيتك استوماتايتس اللي بتكون سببها الهربس، يا اما الكانديدا الاستوماتايتس، يا اما الجانجرنس ايه؟ جانجرنس استوماتايتس. خلاص كده؟ طيب نبدا بالكاتارا الاستوماتايتس. كلام فاضي. الكاتارا الاستوماتايتس حاجه نون سبيسيفيك بتيجي في الغالب فولوينج فايرال انفكشن. اشهر فايرال انفكشن بيجي بعده الميسلز. اشمعنى الميسلز؟ عشان الميسلز دايما بيأفكت الميثيليوم. الميسلز دايما بيوعي الميكوزا، بيوعي الايه؟ بيوعي الميثيليوم. خلاص؟ يبقى الكاتارا الاستوماتايتس نون سبيسيفيك بيجي بعد فايرال انفكشن، بيبقى الانفكشن موستلي بيجي بعد الايه؟ بعد الميسلز. خلاص؟ ايه العيل الصغير بيجي يشتكي من ايه؟ والعيل ما بيشتكيش، والعيل في الغالب بيرفض الفيدنج ديفيكالت او ريفيوزال للايه؟ للفيدنج. لازم تاخد بالك من السيمتوم، تمام كده؟ الام اللي هتيجي تقول لك ايه؟ ديفيكالت او ريفيوزال للايه؟ للفيدنج. سيادتك بقى لما تيجي تعمل له اكزامينيشن تفتح بوك كده وتدور هتلاقي فيه اورال ألسريشن على مستوى الميكوزا بتاعت الماوس على الانر بارت الميكوزا، واحنا ممكن تلاقي حاجه على الطنك. خلاص كده؟ يبقى ده نون سبيسيفيك كاتارا ستوماتايتس بيجي موستلي فولوينج فايرال انفكشن. اشهر حاجه بتعمل الكلام ده هو الميسلز. مثال عيل سواء في الاربعه دول الشكوى بتاعت الام اللي جايه بيها الواد ده ريفيوز للفيدنج بقى له ثلاث اربع ايام رافض الرضاعه، تمام كلام؟ او ديفيكالت اللي فيه. خلاص كده؟ بعد كده تيجي سيادتك تعمل انت شويه اكزامينيشن هتلاقي الاورال ميكوزا فيها ايه؟ فيها ألسريشن. ها اتفقنا؟ ومشكله في كلام قول ايه؟ كتورن زي اي نوع انفلاميشن في الدنيا. مش خدتوا ايه دي السنه اللي فاتت؟ الاوتيتس ميديا في الاول بيسموها ايه؟ عندك كتورن ستيج، بعد كده السبيرتيف ستيج، بعد كده كونفلسنت ستيج. كتورن يعني جاست بيكوز الانفلاميشن، ده معنى كلمه كتورن. خلاص كده؟ ها في مشكله في الكلام ده؟ هنعالجه ازاي؟ التريتمنت بتاعه هو جاي شويه هيخف بس خمس ست ايام العيال مش هيرجع فيه. هنعمل احنا ايه بقى؟ ندي اي حاجه مسكنه او اي حاجه سوزنج عشان الواد ده ايه؟ يبدا يتغلب على البين اللي موجود عنده ويبدا ايه؟ على الاقل يرضع ايه؟ يرضع شويه. خلاص كده؟ فبنحط سوزنج ايجنت صبغه كده بيسموها مشهوره في الصيدليات شبكه الجنتيانا جنتيان فايرال، تمام كلام؟ اي حد بيقف في الصيدليه يعرفها اسمها شبكه الجنتيانا مشهوره قوي للعيال الصغيره، تمام كلام؟ بيسموها الجنتيان فايرال. خلاص كده؟ عاوز تركز اكتر في تركيز 1% وفي تركيز 2%. 1% بنستخدمه هنا، 2% بنستخدمه على الهربس. ركز نفض دماغك هو اسمه ايه؟ صوت الجنتيان. خلاص كده؟ السوزنج ايجنت اسمه ايه؟ الجنتيان ايه؟ جنتيان فاهم. خلاص كده؟ ده كان النوع الاولاني اللي هو الكتار. بعد كده النوع الثاني اللي هو الايه؟ الهربيتك. هنا؟ لا اصله فولوينج فايرال انفكشن هو مش السبب بتاعه فيروس، هو الفكره ان الميسيلز دايما بيجي يبوظ الايبيثيليوم، فبيبوظ الايبيثيليوم بتاع الميكوزا ويعمل لك الاستوماتايتس، ومش الميسيلز اللي عمل المرض. ماشي الميسيلز جه ومشي وبوظ الايبيثيليوم وخلاص، والايبيثيليوم جاله بعد كده ايه؟ الاستوماتايتس. خلاص؟ طيب وغير كده حتى لو انتي فايرال ميسيلز ملوش انتي فايرال يا رجاله. ملوش دواء انتي فايرال سبيسيفيك. ماشي؟ خلاص؟ طيب ما عليه الهربيتك استوماتايتس هنعمل فيه دايما بتقول انا شفت ده كبير الناس دي في ثالثه خلاص؟ الهربيتك استوماتايتس الهربيتك استوماتايتس عادي نفس البرزنتيشن بس احنا عندنا الاورجانيزم المشهور دلوقتي اللي هو الايه؟ الهربس سامبلكس فيروس موست اللي طبعا بيكون طيب ايه؟ طيب 1 تمام كلام؟ ماشي هتلاقي العيل يجي له ايه؟ زي اي فيرال انفكشن الاول دول برودروما فيفر وهيدك وانوريكسيا وماليز طبعا مش عارف صغير يبقى عنده ماليز ماشي مش هيشتكي لك من ماليز فده الفيفر ولا الصداع فانت بتلاقي الشكوى اللي موجوده ايه؟ الفيفر والانوريكسيا انه رافض الرضاعه تمام كده؟ بعد كام يوم فيفر كده ثلاث اربع ايام فيفر يبدا العيل يجي له الليجن بتاع الهربس هتفكر الليجن بتاع الهربس عامل ازاي؟ ايوه بالظبط كده جروف من الفيزيكال على الريسيبتس بيز اي هربس تشوف اي حته هو ده الوصف بتاعه جروب اوف فيزيكال والفيزيكال مليانه فلويد والفلويد مليان بالفيروس على الريسيبتس ايه؟ على الريسيبتس حته من السكن محمره وفوقها شويه ايه؟ شويه فيزيكال والفيزيكال بتبقى مليانه ايه؟ مليانه فلويد بعد كده الفيزيكال دي للاسف مع اي كونتاكت بتبقى لوز بتبقى سهله فراجايل اي كونتاكت تبدا ترابشر وتسيب مكانها اورال ايه؟ اورال السريشن خلاص كده؟ وده اللي بيحصل مع الهربس شويه فيفر وشويه انوكسيا ثلاث اربع ايام يليها بعد كده انت الواد ده سخن ليه مانيش عارف انت عمرك كتير في الطب كده الواد سخن ثلاث اربع ايام ما فيش اي حاجه ثانيه استنى بقى من انت بايرتك ثلاث اربع ايام طول لما اي حاجه تجدد عليك حتى البرونكايتس بتعمل كده جاستو برونكايتس ممكن يحصل معاك كده فيفر ثلاث اربع ايام ما انتش عارف بتقلب العين ما فيش اي حاجه لا بيكح ولا بيسهل ولا في اي حته محمره في اي حته في جسمك بتعمل ايه انت بايرتك روحي ثلاث اربع ايام اول حاجه تظهر تجي لي ثاني خلاص كده لحد ما يبقى في سبيسيفيكيشن للمرض
هيجي لك جروب فيسكل على السنتر سبيس وبعد كده الفيسكل دي بتفشر وتعملك ايه؟ تعملك الكالسيشن. خلاص كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ مع الفيسكل ممكن تلاقي الجم مورمه او بتجيب بليدنج. تمام كلام؟ بتنزف مع الايه؟ مع الهربس. يبقى ده زياد على الكاتالا انفلاميشن. كده كان الوصف بتاع الهربس خلاص. جروب فيسكل على السنتر سبيس وبتفشر ممكن يكون اسوشيشن معاها جم سويلنج اند جم بليدنج. تمام الكلام؟ وكمان بس مش شرط ممكن تلاقي معاها باند اونر بالنسبه للماوس للعيل الصغير. خلاص كده؟ يبقى ده البريزنتيشن اللي هيجي بقى العيل بتاع الايه؟ بتاع الهربس لما يجي لك بهربتك استوماتايتس. خلاص كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ خلي بالك انه من اول ما هيظهر له الليجن هيبقى بيعيط لان الفيزيكال زي ما قال لكم في الهربس تبقى بين فل. تمام كلام؟ ولما يربشر وتعمل السر هيعيط اكتر عشان البين هيبدا يزيد معاه. حصل اكسبوشر للسب كوتينوس نيرف اندنج بدات الريتيشن على طول فعمال يحصل له ايه؟ عمال يحصل له بين. خلاص كده؟ هنعالجه ازاي؟ سيمتوماتيك انا هاجو ازاي؟ ايوه حلو انرجيسك فعلا وانت بايريتك ولو ظهرت الفيسكي مكانك هتصل ان شاء الله ممكن تقول انت فايرل لا سايكلو فين زي ما قلنا ده الجينسون فايروت ما ده الانرجيس السوزنج ايجنت خلاص نعم لو ربشر او ما ربشرش لو ما شفت الفيسكي ترجع تدول انت ايه؟ انت فايرل اللي هو الايه؟ سايكلو فين في نقطه هنا لازم تاخد بالك من الاكل بتاع العيال ده الهربس ممكن الباسوري بتاعه يكمل معاك لمده 10 ايام والواد ده في السفير بين ممكن فعلا يفضل رافض الرضاعه على 10 ايام دول من السفير بين اللي هو موجود ايه اللي موجود عنده فلازم تاخد بالك من النيوتريشن بتاعت العيل ده لو النيوتريشن بتاعت ضايعه مش راضي رافض الرضاعه خالص تحول الواد ده بكام من دول على النيزوجاستريك مهم تاخد بالك من الموضوع ده في الهربس لان السفير بيبقى سفير والجوزه بتاع الفيدنج بيبقى قوي العيال فعلا ما بيرضاش مش اي حاجه بتقرب من بقه تمام كلام طب انت في 17 ايام دول هتعمل معاه ايه؟ الموضوع هنا كان سيمبل وكده كده بيرضع بس ممكن كميته قليله بس كده كده بياكل كده كده بيرضع مع الهربس من السبيل من السبيل بين اللي موجود يبقى رافض اي حاجه تحصل لها كونتاكت مع الماوس بتحاول معاه مره والثانيه والثالثه ما ينفعش ما تنساش تحط له نيزو جاستريك ايه؟ نيزو جاستريك تيوب خلاص يبقى الجينجن فارد عادي ولو سايكلو فيب ولو احتجت الفيدنج نيزو جاستريك تيوب ممكن يبقى مع ممكن طبعا في ممكن يتبع في سكندري بكتيريا تكمن على فكره انه يتبع في سكندري بكتيريا ممكن يعني بياخد ممكن تاخد انتي بايوتيك مفيش مشكله الحاجات دايما الليجن في السكن اللي بتالصر كومن يجي على سكندري بكتيريا انفكشن اي ليجن في السكن سواء فايرال جه في السكن سهل قوي يجي بعده سكندري بكتيريا بالذات لو حاجه من الاثنين لو ايتشي لو بيهرش فيه هيجي له سكندري بكتيريا انفكشن او بيرشر ويعمل قصر في الغالب كده هيجي له ايه؟ موست اللي بيجي سكندري بكتيريا انفكشن خلاص دي كده موضوع الهربس في مشكله؟ ها في مشكله؟ قول ايه؟ لا لا مفيش تفرقه بين الالسر انت عمرك ما تعرف ان هو هربس اللي شفت الفيزيكال قبلها كده كده دي السريشن في الاورو ميكوزا ولا السريشن في الاورو ميكوزا ده هتلاقيها على الانر سايد بتاع التشيك من جوه على الميكوس مبرين الموجوده جوه وعلى القنج بتدور على الانر سايد وهتلاقيها على القنج خلاص؟ ايه؟ التريتمنت انك خدت هيستوري للفيزيكال دي الهيستوري بتاع الفيزيكال ده هو اللي يقول لك ان ده هربس بعد كده ما تلاقيش والحاجه الثانيه ان ممكن تلاقي الفلويد الكراستيشن اللي بيطلع من الفلويد اللي بيطلع من من الفيسك بعد الابشر بيعمل كراستيشن حواليه خلاص انما هنا طبعا ما فيش الموضوع خلاص كده طيب بعد كده عندنا الكانديدا الكانديدا الاستوماتايتس مشهوره مشهوره الكانديدا الاستوماتايتس قول يعني بتظهر على الشفه ده في الناس الكبار العيال الصغيرين في الغالب ما بيظهرش الموضوع ده ليه الناس الكبار المناعه بتبقى قويه شويه فالباثولوجي بتاع المرض بياخد وقت انما في العيال الصغيرين لا المناعه بتبقى اضعف ما بيخش على الليجن ده على طول ماشي؟ بعد كده عندنا حاجه اسمها الكانديدا الايه؟ الكانديدا الاستوماتايتس الكانديدا الاستوماتايتس موجوده ومشهوره وهنشوفها كتير الكانديدا هتيجي العيل منين؟ ده اول سؤال لازم تساله لنفسك طب الهربس عادي او كونتاكت من اي حد انما الكانديدا كانديدا والرضاعه لو المذر نيبل او اريولا عليه كانديدا تمام الكلام ماشي والحاجه دي كومن الحاجه الثانيه عادي مثلا ممكن تبقى فاتت على الكانديدا الملك اللي موجود احنا قلنا الملك اللي بينشف ده او الفلويد اللي بينشف على اي على الملك على على النبل ايزي ميديا لاي انفكشن يجي سواء بقى كان بكتيريا سواء كان فايرال او حتى ايه او حتى كان فايرال خلاص كده ممكن تقول الكانديدا موجوده ومش عامله بصلش بس موجوده على السكن خلاص فسهل قوي تعمل انفكشن للبيبي الحاجه الثانيه التيتينا السكات اللي بتدار للعيال الصغيره انفكتد تيتس من موست كومن روت اللي بتجيب لي عيال صغيره الايه؟ الكانديدا فلازم تاخد بالك ولازم تتنظف على طول باستمرار تمام الكلام؟ ماشي؟ خلاص كده؟ طيب جه لي عيال الكانديدا، الكانديدا بتبان ازاي؟
ها ايوه الجداول بين ازاي دول الاثنين دول الالسريشن انما الكانديدا بتلاقي وايت ايوه وايت باتش او وايت فلاكس تبقى متوزعه على اليوكس من برين بتاع الماوس ممكن تلاقيها على السيرفس بتاع الايه على السيرفس بتاع الكن خلاص كده في مشكله يبقى الكانديدا بتيجي في الغالب لما يكون العيل مناعته الاحاد ما ضعيفه شويه الكانديدا هتكون جايه له يا اما من المظهر من البريست فيديوم لو كان موجود عندها كانديدا او هتبقى جايه له من الانفكت تيتس لو ايه لو بيستخدم الليجن بتاع الكانديدا بيبان ازاي الليجن بتاع الكانديدا وايت باتشز هي موجوده متنشره على الميوكس ممبرين تلاقيها على الانر سايد بتاع الشيك من هنا ومن هنا ممكن تلاقيها على السوفت بلد ممكن تلاقيها على الهارت بلد ممكن تلاقيها على اليوفيولا وارد كمان بتلاقيها على الايه بتلاقيها على الطن تمام الكلام ماشي الممبرين بتاع الكانديدا في الاول بيبقى ايز سيبريتد بعد كده بيبقى فيلم الاتاتشمنت وصعب انك تفصله لو فصلته تلاقي تحته انفلاميشن ايه انفلامات ريال خلاص كده ها في مشكله في الكلام ده بقى عندنا دلوقتي البريزنتيشن بتاعها وايت فلاكس او وايت باتشز بتبقى مليانه الماوس ايه مليانه الماوس كله خلاص كده طيب في حاجه بتبقى شبهها عشان تبقى تاخد بالك منها اللبن لما بيروب سواء اللبن بتاع البريست او اللبن الفورمولا من بره ممكن الطبقات الرايبه دي هي اللي تتوصف على اللسان بتاعت العين تمام الكلام هتعرفها ازاي فرق دي مش ازاي ده وايت باتشز وده وايت باتش بالظبط هنجي البريسل واشتال كده طلع معاك وطلع اللبن خلاص يبقى ده كيرف ده الكيرف بتاع اللبن ده الرايب بتاع اللبن ما طلعتش معاك او سابت تحتها انفلاماتوري اريا بعرف ان الموضوع ده ايه الموضوع ده كان خلاص كده ايه الكيرف اللي هو الرايب بتاع اللبن عارف اللبن لما الطبقه بتاعته بتتكون من الطبقه الفوقانيه دي هو ده الرايب بتاع اللبن هو مش من طول سين هو لو طول سين كان عارف هو بيبقى نازل على بينزل على السيرفس بتاع التانج بتاع العين خلاص تلاقيه موجود وايه ومترسب عليه خلاص مجرد بس انك بتشيله وتشوف تحت الانفلامات ولا لا لو في يبقى ده كانديدا هو ما انفلمش انما لو ما فيش خلاص يبقى ده الرايب بتاع الايه؟ الرايب بتاع اللبن خلاص كده؟ العلاج بتاعه انا عنده ازاي؟ ايوه انت لا يا عم تتخيل يا عم تموت العين في عندنا ايوه بيكو نازول يا اما في نستاتين دروبس على فكره في نقط نستاتين او الميكوناز ايه؟ الميكوناز يبقى النستاتين او الميكروناجي او الميكروناجي بلاش دكتورين ده في العالم الصغيره بيستخدم حاجه اسمها اورا كيور اورا كيور اورا كيور جل اورا كيور ماشي ده بيبقى فيه ميكروناز فيه ميكروناجو خلاص كده ليه؟ لا انا مش بتكلم هو بيقول له بلاش دكتورين مع العالم الصغيره بقول له خليك مع الاورا كيور جل في العالم الصغيره احسن يعني دكتورين في العالم الصغيره مش حلو ماشي خليك مع الاورا كيور حاجه ثانيه مشهوره قوي معرفش في اسمها بي بي سي سبراي ده مخدر بس ده مخدر بس ده بنستخدمه عشان نقلل ايه؟ عشان نقلل ماشي يبقى العلاج بتاعنا بتاع الكانديدا هنستخدم النستاتين دروبس وهنستخدم الميكوناز جل خلاص كده؟ يبقى كان ده العلاج بتاع الايه؟ العلاج بتاع الكانديدا ما تنساش لو كان مصدر الانفكشن من عند الام لازم الام هي كمان ايه؟ هي كمان تتعالج ما هتتعالج الكانديدا دلوقتي وهيجي لها بعد كده برضه هياخد الايه؟ هياخد الكانديدا فلازم تعمل كل اكزامينيشن كويس البريست تيشو بتاع المصل عشان نشوف هل في كانديدا انفكشن ولا مش كانديدا ايه؟ كانديدا انفكشن خلاص كده؟ ها في مشكله في الكلام ده؟ اخر حاجه بقى ليه ومش مهمه اسمها الجانجرنس الجانجرنس استوماتيتس ده بيجي في العيال السيفي اللي يمينو كومبرمايزد بيجي في العيال اللي عندهم مناعه ضعيفه خالص ده عباره عن كوليكشن من انيروبيك انفكشن هي اللي بتعمل موضوع الاستوماتيتس ده بيسموها جانجرنس ليه؟ عشان بتعمل نيكروزس وكانجرين على مستوى الاورال ميكوزا من جوه والنيكروز ده ممكن يسبريد لبره 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 لدرجه انه ممكن يعمل اوبننج من بره تمام كان بيفست من جوه الماوس لبره الايه؟ لبره الماوس لو عمل الكلام ده بيسموه الكانجرامين الكانجرامورس خلاص طفر دماغك مش عندنا عند الافارقه لو كان عندهم سبيل ايميونو ايه؟ ايميونو كومبرمايز ده كده موضوع الاسفلتايتس ها في مشكله؟ يا ده يا ده لا يا النستاتين يا الميكوناس واحد من الاثنين خلاص طبعا لو موضوع سبيل عادي واحد في الجنب تقدر تستخدم الاثنين بقول لك معروفه دي او يعني معروفه دي هنعمل ايه الخطوبه قبل ما تخاتم عليك ايه
اخي باتوم سلام يريحوا برضه ما تخدمش منهم معاك ليه؟ ما تخدمش منهم معاك صحيح صحيح عاوزين امتحان يوم الاثنين في عندك في مطلب جماعي عندكم من انتوا عاوزين امتحان يوم الاثنين امتحان يوم الاثنين انا مش هقول ما مش هقول من اللي قال في امتحان يوم الاثنين الجاي على اللي احنا بنناقشه ماشي انزل وروق دماغك وما تذاكرش تعالى امتحن بره يعني مفيش مشكله خالص هناخد هناخدنا في البيوت ماشي في البيوت انا بس كمان مره الامتحان هجيب لكم كام نقطة ريتنج كده على كام نقطة يمسكوه على كام كيس يعني يبقى حاجة في اللذيذ كده يعني خلاص كده لا امتحنوا تيجوا بدري امتحنوا ان شاء الله هيبقى موجود هنا من الساعة 12 ولا حاجة ماشي الامتحان هيبقى موجود هنا اللي عاوز يمتحن قبل المحاضرة يمتحن اللي عاوز يمتحن بعد المحاضرة يمتحن اللي عاوز يجي يمتحن قبلها يجي اللي عاوز يجي يمتحن بعدها يجي واللي مش عاوز يجي يمتحن ما يجيش عادي ويسيب 300 جنيه برضه ماشي خلاص طيب الجير الجير هو الجير ده في الاطفال زي البطنه بس في كام نقطه بس كده عاوزين نركز فيها طيب من انك خدت بطنه الجير دي عباره عن ايه الديفينيشن بتاعه؟ ريفلكس اوف انا ترجمت البتاع ما هي هي انت مش هتعمل اي حاجه ريفلكس للجاستريك كونتنت انتو زي ايه؟ وزاره سوفكس تمام الكلام؟ ديو تو ريلاكسيشن باللور اسوفجيال اسفنكتر تمام كلام ماشي يبقى الجلد ما هو الا ريفلكس للجاستريك كونتنت انتو الاسوفاجس ديو تو ريلاكسيشن او لو تون او لو بريشر على مستوى اللور اسوفجال ايه سوفيال اسفنكتر احنا عندنا اللور اسوفجال اسفنكتر الفيصل ما بين الاسوفاجس وما بين الاستومك بيحصل في غلطتين يا اما يقفش ما يفتحش ده يديك الاكاليسيا يا اما يفوت ويرجع وده يديك الايه ده يديك الجلد خلاص كده ماشي المشكله عندنا في الاسفنكتر ده الوصله ما بين فوق ومن تحت حاجه من الاثنين يا اما يقفل وما يفتحش فده يعمل لك الاكاليسيا يا اما مش عارف يقفل فتفوت وده بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك الجلد خلاص كده؟ يبقى الايتولوجي بتاعه موستلي ديو تو ريلاكسيشن للور اسوفجال سفنكتر ده متوقع مع العيال الصغير ومشهور عشان بيكونوا لسه ماتشور والنيرفس سيستم لسه ماتشور والماسكلر سيستم بيبقى لسه ايه؟ بيبقى لسه ماتشور والاهم من ده كله ان الجي اي تي علمكم زمان ان احنا عندنا انتريك بريكسس نيرفس تيشو مع الجي اي تي مع نفسه كده رجعوا بالسي ان اس اللي بيعمل ريجوليش ده برضه بيبقى لسه ايه؟ بيبقى لسه ايه ماتشور خلاص كده؟ ها في مشكله في الكلام ده؟ طيب الجيرد بيجي في العيال الصغيره ممكن تلاقي البرزنتيشن من اول اسبوع ما تتخضش مشهور وكومن في الغالب يعني تخف منه بعد سنه او بعد سنتين على ما يحصل ماتوريشن للكلام ده تمام الكلام بس لو انت مثلا بتتابعه ما تظبطش لا يبقى في باثولوجي تاني هو اللي عامل موضوع الجيرد واشهر حاجه بنخاف منها وركز معايا هيتس هيرنيا عيل صغير جاله جيرد ولا اي حاجه ما تتخضش من ده الطبيعي في العيال الصغيره ان كل العيال الصغيره معاهم جيرد تمام الكلام ليه؟ عشان بيبقى لسه حجم الاستومك صغير والابدومنال بريشر بيبقى عالي واللور اسوفجال سفنكتر بيبقى ريلاكسد او التون بتاعه بيبقى قليل فدي حاجات مشهوره قوي مع العيال الصغيره ان يجي له جيرد ما تتخضش ما تقلقش الجيرد مع العيال الصغيره بيتحسن بالتدريج تيجي بعد ست شهور او سنه الواد بيخاف ما عادش يبقى عنده جيرد بعد سنه ونص بعد سنتين والجيرد ما راحش من عند العيل لا في مصيبه وراه ما تطمنوش في حاجه وراه في الغالب الموست كومن اللي بيبقى عامل الموضوع ده بيكون الهيدرز ايه؟ الهيدرز خلاص كده؟ ها في مشكله في الكلام ده؟ طيب تعال نشوف الكريكال بريشر العيل بتاع الجيرد هيشتكي من ايه؟ مش هيعرف يشتكي حلو مش هيجيب بين الام اللي هتجي لك بالفوميتنج خلاص بس الفوميتنج لوكال بيجن ايوه حلو قوي نم وايل الله يبارك فيك في كمان ميستين الفوميتنج ده ريليتد للفيدنج بيجي على طول بعد الرضعه وريليتد للبوزيشن ده اللي يعرف الفوميتنج بتاع الجيرد خلاص كده يبقى الفوميتنج بتاع الجيرد فومتنج زي ايه فومتنج ممكن يظهر من اول اسبوع مع العيال الصغير تاني تالت عاشر بعد شهر بعد اتنين عادي في اي وقت انا عاوز اقول لك ممكن يجي بدري يعني ما تتخضش لو لقيت عيل عنده جيرد تاني يوم تالت يوم ربع يوم عشر يوم وارد بيجي من اول ايه؟ بيجي من اول اسبوع طب تعرف ان هو جيرد ازاي؟ رايح معاك بالكلمتين دول الفومتنج على طول بعد الميل بعدها على طول مش حتى مش بعدها ب 10 دقايق لا يخلص من هنا تلاقيه يقشط من هنا تمام الكلام؟ ماشي خلاص الحاجه الثانيه ريليتد لايه؟ ريليتد للبوزيشن ازاي؟ يعني لو الام فضلت شايلاه على كتفها مثلا ربعايه بعد الاكل حاجه يقول لك ما بيحصلش تمام كلام انما طول ما هو بينام بيرفع وينام خلاص انت عارف الجرافيتي بتزوق الاكل لفوق بعد كده يحصل له موضوع الايه؟ موضوع الفومتنج يبقى الفومتنج بتاع الجيرد تعرفه بكلمتين نون باينس خلاص عشان المشكله اصلا في الاسوفجس الحاجه الثانيه الفومتنج ده ريليتد ان هو افطر مين على طول وكمان ريليتد لايه؟ ريليتد للبوزيشن تم المقول رجبنا لما ناخد الشيبس هتعرف الكاركتر مش نفس الكاركتر ولا حاجه الفومتنج بتاع الشيبس ما بيظهرش الا بعد ثلاث اسابيع
الفومتنج بتاع الشيبس بيبقى بروجريسيف، الفومتنج بتاع الشيبس بيجي الاول نون بروجكتايل، بعد كده اللي بيبقى بروجكتايل والشيبس معاه ناس بتحسها. خلاص ماشي، هناخد الفومتنج، هناخد الشيبس وهتعرف الفومتنج فالي داون ده. خلاص كده قول ريليتد البوزيشن، يعني لو الام الواد رضع ونام تلاقي الفومتنج ده اكتر، انما لو الواد رضع وحد اشتغله بعدها تلاقي الفومتنج ده ما بيحصلش. ليه؟ لان الجرافيتي بتمشي الاكل، بتخلي الريفلكس ايه؟ الريفلكس ما يحصلش. خلاص كده؟ ها في مشكله في الكلام ده؟ حتى في العلاج بتاع الجد زي الكبير، الكبير يقول لك ايه؟ ما تنامش بعد ما تاكل، كله استنى نص ساعه كده اعمل اي حاجه، وبعد كده نفس العيال بيعملوا في الكلام اللي بيعملوه في العيال الصغيره، بعد ما يطلع حد يستنى نص ساعه ولا حاجه، يبقى لازم يبدا في الابرايت بوزيشن بعدها بشويه. خلاص كده؟ ها مهم وصف الفومتنج، في مشكله؟ في مشكله؟ عاوز اقول لك ان نفس وصف الفومتنج ده نفس وصف الفومتنج ممكن يحصل مع الاوفر فيدينج. طب انا هنعرف بقى مره جد ولا مش جد منين بقى؟ وزن ماشي، ايه رايك؟ الواد بيزيد في الوزن، برضه الثاني بيزيد في الوزن زي الفل، ايوه. اللي ممكن يحصل بقى ان الفومتنج ده اهو، لا فومتنج بس هو في الغالب، على فكره دلوقتي على بيقولوا على كده فعلا صوره في السوشيال ميديا من كتر ما هنكون من كتر ما هو مشهور بيتشاف. خلاص الفومتنج ده زي ما علموكم بعد كده، الفومتنج ده يطلع على العين، ممكن يحصل له منه اسبيريشن، فتلاقي على طول باستمرار عمليه كح، تلاقي على طول باستمرار يجيله ويز، بيجيله ابنيا. تمام الكلام؟ واكتر حاجه بنشخص بها ازمه غلط هو الجيرد. الجيرد تقريبا ورا تلت الحالات المشخصه ازمه وهي اصلا مش ازمه. تمام الكلام؟ ماشي. يبقى الفومتس اللي هيطلع منه هيحصل له اسبيريشن على مستوى اللنج، وانت وحظك بقى يعمل لك الاول لارنجيال سباز، يعمل لك شويه برونكايتس بتاع عمال يكح. تمام الكلام؟ ممكن يعمل لك نيمونيا، او ممكن يعمل لك ويز سيست ويتشخص غلط بايه؟ بص احفظ غلط بقى. طب الكلام ماشي. الازمه في الصغيرين او في الكبار تلت حالاتها، والله ما ازمه، تلت حالاتها جيرد بس ما حدش واخد باله. طب الكلام ريفلكس اللي كونتنت بينزل على الاسبيراتور الرسوي ويحصل له اسبيريشن، وممكن يعمل لك كل الكلام ده. ممكن يحصل لك لارنجيال اسباز من العيال الصغير يبدا يسرق منك، يحصل له ساينوزس، ده اخطر حاجه ممكن تحصل. الكونتنت اللي رجع ده يحصل انفكشن ويحصل نمونيا، ممكن يبقى يوصل للبروكيول، وعند البروكيول هيعمل اسباز فيعمل لك الويزنج، او يوصل للبرونكاي فيعمل اريتيشن وتلاقي فيه ايه؟ وتلاقي فيه كف. خلاص كده؟ ماشي. فدايما الجلد مع عيال صغيره وصف الفومتنج حلو وبسيط، بس لما تلاقي الكلام ده ده اكيد لك كمان انه ايه؟ انه جلد. خلاص كده؟ مش الاوفر فيدنج هيعمل نفس الكلام ده. لا الاوفر فيدنج، الاوفر فيدنج في الغالب الريفلكس بتاعه، في فرق بين الريفلكس وبين فومتنج. ماشي، في فرق بين الريفلكس اللي بيحصل هنا والفومتنج، ده كونتنت جاستري جوس بيطلع لفوق بس بيقصوا شويه صغيرين، اما الاوفر فيدنج ده بيفومت، فبتلاقي معظم الفومتنج من البريشن اللي طالع بيه بيطلع لبره، صعب انه يحصل منه ايه؟ يحصل منه اسبيريشن. خد بالك من الفكره، لو مش تبقى نايم في يوم من الايام، لو انت نايم واكل اكله تقيله، ممكن تصحى في نص اليوم بليل شرقان، في ريفلكس حصل، في حاجه طلعت ودخلتك على مستوى الايه؟ على مستوى الاسبيريشن. الحاجه البسيطه دي عشان بتبقى طالعه مش اندر بريشر زي الفومتنج، الفومتنج اللي هو الفومتنج بيبقى طالع تحت ضغط، بروجكتايل بيبقى كونتراكشن للابدومنال وول ماسل، كونتراكشن للعضلات بتاعت الاستومك انتي بريستلسز، فبتربط الفومتنج ايه؟ الفومتس لبره شويه، انما ده عشان كونتنت بسيط هو بس بيتسحلب. تمام كلام؟ بيسموها ايه الحاجه اللي بتمشي تستخبى كده؟ ايوه بيتدحلب، هي دي بيتدحلب بس ويطلع، فبتلاقي الكونتنت ده ممكن سهل يحصل له ايه؟ يحصل له اسبيريشن، لانه مش طالع ببريشر عشان يزق لبره. خلاص كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ ما تنساش وباكد عليه تاني، اي عيل بيويز ما تتسرعش انك تحكم ازمه، هي موست كومن 70% تبقى ازمه، بس خد بالك ان ممكن يكون الموضوع اصلا ايه؟ اصلا جامد. خلاص كده؟ في حاجه كمان مهمه في العيال دي، طب انت لما بيجي لك جيرد انت بتشتكي من ابدومنال بين وهارت بين، صح؟ طب الواد ده هيشتكي من ايه؟ هو عنده هارت بين والله، بس مش قادر يعمل اي حاجه، مش قادر يشتكي، ايه اللي هيحصل؟ في بوزيشن هيعيط، في بوزيشن مشهور قوي مع العيال الصغيره دي بيسموه ساندي فير بوزيشن، او بيسموه لو بقى سندروم كله على بعضه ساندي فير سندروم. خلاص كده؟ ايه الساندي فير؟ الساندي فير ده عباره عن سيفير اوزوفيتس، ممكن تعمل له شويه بليدنج وان ديفشنس انيميا، والاهم من كده ابنورمال هيد بوتشرنج، الاهم من كده ابنورمال هيد بوتشرنج، ده العيل الصغير من البين اللي موجود عمال يقيم ايه؟ عمال يقيم في راسه، ويبقى لسه عينه اقل من 3 شهور واصلا مش عارف يسقط راسه، فده يحصل له ابنورمال هيد ايه؟ ابنورمال هيد بوتشرنج. في الغالب ممكن تلاقي العيل يقوس ظهره كمان لفوق، كل الكلام ده بيحاول يزود البريشر فوق عشان الحاجه ما ايه؟ الحاجه ما ترجعش من تاني. خلاص كده؟ طب نعرف بقى على طول العيال بتوع الجهاز لما يكون الموضوع سيفير بيسموه ساند فير بوزيشن، اللي هو ابنورمال بوتشرنج للهيد راسه، او بيعمل هاي ارش باك، ولو معاه سيفير اوف سوجايتس وقال شانس انيميا كله على بعضه بيسمى ساند فير ايه؟ ساند فير سندروم. خلاص كده؟ ها في مشكله في الكلام ده؟ تمام؟ طيب انا موضوع ايه؟ انا موضوع الجهاز والكلينيكال بكتشر. لازم تعرف ان الكلينيكال بكتشر عندنا مختلف عن العيال الصغيره،
تروحش تقول لي هارت بين وقدمنا البين وكلام الفاضي ده، العيال الصغيره فومتنج بالوصف بتاعها، كومبليكيشن من اللي ممكن تحصل من اسبيريشن، ولو الموضوع كان سيفير السند فير ايه؟ سند فير سندروم او سند فير بوزيشن. خلاص كده؟ طيب دي كده كلينيكال بيجاتس. الانفستيجيشن عادي بقى بطلب البطن. الانفستيجيشن نهار اسود. الجيرد اللي يعمل الانفستيجيشن ايه؟ البيجيشن بتاع اللي هو اللي عندك اسفنكتر ضعيف، فبيرجع ريفلكس للجاستريك جوس، فانت تقيس الدون بتاع الاسفنكتر. ماشي؟ لور اسوفجيال بريشر، اسفنكتر بريشر بيقيس، هتلاقي البريشر ايه؟ بريشر قليل، او انك تشوف الجاستريك كونتنت اللي طلع بيخلي البي اتش بتاع الاسوفجيس يكون ايه؟ يكون اسيدتي، هو طبيعي البي اتش بتاع الاسوفجيس يكون يكون الكلايه. ليه؟ عشان الصلايفه هي اللي من فوق الصلايفه هي والصلايفه الكلايه. فتيجي تعمل بي اتش بتاع الاسوفجس تلاقي لا اسيدتي. يبقى بتشخص الجيد واحد من الاثنين دول، يا اما كيس البريشر بتاع اللور اسوفجيال سفنكتر هتلاقيه قليل، او تعمل بي اتش مانوميتري للاسوفجس هتلاقي البي اتش بتاعه ايه؟ بي اتش بتاعه اسيدتي. خلاص كده يبقى بي اتش بتاع الاسوفاجس بيكون اسيدك. والحاجه الثانيه انك ممكن تقيس اللور سوشيال بريشر فتلاقيه قليل. ممكن نعمل في عيال صغيره الباريوم اسوال تحقن باريوم وتاخد كذا مقطع ورا بعض. ليه؟ كده جاء الباريوم هينزل من الاسوفاجس للاستومك، بعد شويه تلاقي في ريتروجريد موفمنت الباريوم وطالع ايه؟ وطالع لفوق. خلاص كده؟ ماشي؟ بعدين ثلاث حاجات ممكن نشخص بقى الايه؟ الجلد، هو نفس الكلام في الكبار. ها؟ خلاص كده؟ طيب هنعالج الجلد ازاي؟ انا قصدي الشهادتين كريم. ها؟ كريم وكريم. حاجه كريم وايبر. حاجه وايبر. ها؟ هنعالجه ازاي الجلد؟ ازود مثلا شراب وقلت لي عشان افضل الكارتين. ماشي حلو. والراجل بيتكلم كلام منطقي. لو كان المشكله في ميوت السفنكتر هنعالجه سيمتوماتيك. ما هو كل العلاج بتاع سيمتوماتيك اصلا سيمتوماتيك. هو في عمليه كبار او صغير كله سيمتوماتيك لحد ما مش حاجه تجيب معاك تروح تعمل عمليه. خلاص؟ بالذات بقى مع كبار الجلد. الهيتس دي عمليه؟ الهيتس طبعا عشان الست بتتعمل لو في حاجه سبيسيفيك ده اللي بيتعمل. ها؟ يبقى احنا دلوقتي عادي بنشتغل سمول فريكونت فيد للعيال الصغير. تمام كلام ليه؟ عشان ما تخليش الجاستري كونتنت عالي. هتخلي البريشر جواها عالي فسهل قوي ان يحصل ريفلكس. يبقى الاماونت اللي بياخدها في كل رضعه بيكون ايه؟ كل يعني بدل ما كان بيرضع مثلا 5 رضعات في اليوم، لا بنقلل كميه كل رضعه ونخليهم 8 رضعات في اليوم. خلاص كده؟ يبقى اول حاجه سمول فريكوينت ايه؟ سمول فريكوينت في. خلاص؟ بعد كده ممكن تمشيه سيمتوماتيك انك بتدي له حاجه تقلل الاتش سي ال عشان الاسوفجيال انيتيشن اللي بيحصل، وحاجه فعلا برو ايه؟ برو كاينيتك. يبقى بياخد دوائين، بياخد البرو كاينيتك حاجه بتحسن الموديل دي عشان تحسن البريستالسيز، والحاجه الثانيه انتي بي انتي ايه انتي سيكريتري بي بي اي او الاتش 2 اي او الاتش 2 بلوك. خلاص كده؟ ماشي. يبقى احنا بالنسبه لنا سمول فريكوينت فيد بالنسبه لنا يرضع ويقعد ابرايت بوزيشن لمده نص ساعه على الاقل. بالنسبه لنا لو هتستخدم فورمولا من بره بنستخدم فورمولا مخصوصه مش فورمولا عاديه، بيسموها ثيكند فورمولا. الفورمولا بتبقى ثيك تقيله عشان تبقى صعبه انها تتحرك بالانتي ايه؟ بالانتي بريستاتس. بيسموها في السوق اي اسم لبن حطه قدامه كلمه اي ار انتي ريفلكس. انتي ريفلكس او انتي ريجيرج ايه؟ انتي ريجيرج فورمولا. خلاص كده؟ يبقى النصائح بتاعتنا للام سمول فريكوينت فيد رضعيه كم مره؟ 6 مرات. خلاص ابو 9 بس كل مره تقلل الكميه اللي موجوده. خلاص بيرضع وينام؟ اه الكلام ده ما عادش ينفع معانا. يرضع وحد يشتغل لمده نص ايه؟ لمده نص ساعه وتشوف الكلام ده لوحده جايب نتيجه ولا لا. جاب نتيجه ماشي، ما جابش نتيجه يبقى تزود معاه البروكاينيتك، اي حاجه بروكاينيتك زي الدومبريدون. تمام كلام؟ ماشي. او اي حاجه ضد الايه؟ ضد الاتش ضد الاتش سي ال زي الاتش بلوكر او البي بي اي او البي بي ار. لو هو بياخد فورمولا يبقى الفورمولا هتبقى ايه؟ انتي ريفلكس فورمولا، بيسموها السكند ايه؟ السكند فورمولا. لما تخش على حد شافه اطفال وسالك في الجلد وعاوز يسمع الكلام المختلف في الاطفال مش عاوز يسمع الكلام بتاع البطن. ماشي. فمهم السكند فورمولا، مهم السمول فريكوينت فيد، مهم الابرايت بوزيشن لمده نص ساعه. العلاج كده كده معروف. خلاص كده؟ الكلام ده كله في الاخر ما جابش نتيجه لو في سبب بتعالجه زي الهيدا سيرنيا ما كانش بنعمل العمليه اللي بيسموها الايه؟ العمليه بتاع الجلد بيسموها ايه؟ فاندو بلايكيشن. العمليه بتاع الجلد بيسموها فاندو. مش المشكله ان اللور اسوفجيال سفنكتر بريشر قليل، بنلف حوالي حته من الفندس، ناخد بس حته من الفندس ونخيطها حواليه. ماشي؟ عشان تربطه فايبروزس فتزود البريشر ايه؟ تزود البريشر بتاعه. خلاص كده؟ فاندو بلايكيشن. فاندو بلايكيشن. ها؟ ماشي يا قوم؟ على كده قصه الايه؟ قصه الجلد. في مشكله؟ بنأكد تاني الجلد مشهور قوي في العيال الصغيره، ممكن يجي لك البرزنتيشن بتاعه من اول ايه؟ من اول اسبوع. استنى قصه الجلد.
كاور الشيبس يعني ايه شيبس؟ كونجينيتال هايبرتروفيك بايلوريك ايه؟ بايلوريك استنوزس. تمام الكلام؟ ماشي. كونجينيتال هايبرتروفيك بايلوريك استنوزس من اسمه دي حاجه كونجينيتال حصل فيها هايبرتروفي للماسلز بتاعت البايلورس لحد ما عملت استنوزس للجاستريك اوتلت. كونجينيتال هايبرتروفي للماسلز بتاعت البايلورس لحد ما عملت اوستراكشن او استنوزس للجاستريك ايه؟ للجاستريك اوتلت. خلاص كده؟ طيب بص قبل ما نبدا كلام على الشيبس، الشيبس اهم كلمه فيه انه بروجريسيف ديزيز. تاني قبل ما نبدا كلام على الشيبس، الكلمه اللي عاوز اركزها في دماغك على الشيبس انه مرض بروجريسيف، يعني مرض ما بيجيش مره واحده، مرض بيجي اوف جرادوال اونست على ما يبدا الكلينيكال بيكشن بتاعته ايه؟ تبدا تكتمل. ثالث مره الشيبس از ا بروجريسيف ديزيز الهايبرتروفي بيحصل على مراحل، يعني ما بيتولدش عنده الشيبس، لا بيتولد عنده البايلوريك ليو من قد كده، بعد اسبوع بقى البايلوريك ليو من قد كده، بعد اسبوعين بقى قد كده، بعد ثلاث اسابيع بقى قد كده، بعد اربعه بقى قد كده. خلاص فدايما البرزنتيشن بتاع الشيبس ما بيجيش بعد الولاده على طول، مع ان المرض كونجينيتال بس لسه هيحصل له بروجريشن، فبيجي البرزنتيشن دايما من اسبوعين لاربع اسابيع، بعد اسبوعين لاربع ايه؟ لاربع اسابيع. خلاص كده؟ تعال نشوف الديفينيشن بتاع الشيبس. الشيبس عباره عن ايه؟ It is a congenital disease at which there is a progressive hypertrophy the muscles of the bilurus leading to obstruction the gastric outlet. طبعا الكلام ان الاستومك مش عارف يتفضل ايه؟ مش عارف يتفضل الكونتنت اللي عندك. خلاص تاني اهم كلمه في الموضوع انه ايه؟ انه بروجريسف. تمام الكلام؟ ماشي. ايه اللي بيحصل الايتولوجي بتاع الشيبس؟ او قبل الايتولوجي الانسيدنس. الانسيدنس بتاع الشيبس مشهور، يعني تقريبا من كل 3000 عيل ولا حاجه يجي عيلين. خلاص كده؟ فده دي نسبه دي نسبه تعتبر كبيره مش نسبه صغيره. ما تستقلش بيها. انت عندك كام مولود في اليوم هنا في مصر؟ في مصر مثلا واحد في الثانيه بالظبط كده، عد بقى. خلاص شوف انت هيبقى عندك كام مولود في مصر. لما تيجي تدور ممكن تلاقي كل يوم في حاله او حالتين شيبس، كل يوم في حاله او حالتين شيبس. فده الانسدنس، ده الانسدنس يعتبر كبير. الحاجه الثانيه بقى اللي تجيب انه موست كومن في الميل، واللي تجيب اكتر انها بتيجي في الفيرست بيبي. تمام؟ فتلاقي الاهل بقى لسه اول مره يجي لهم عيل وجاي ولد بقى والاب فرحان وبتاع، البس يا معلم الولد عنده شيبس. خلاص كده؟ فالانسيدنس بتاعه عالي قوي مع الفيرست بيبي، بالذات لو كان ايه؟ لو كان ميل. خلاص كده؟ يعني انت اول عيل يجي لك كده ربنا ان يكون ايه؟ ها؟ لا يكون في ميل بقى، انت لسه هتفتح ما يجيلوش شيبس، يبقى في ميل اسهل. خلاص كده؟ مصمم برضه عمال اقول له وبرضه مصمم. خلاص؟ يبقى ايه؟ اول الانسيدنس بتاعه بيجي دايما مع الفيرست بيبي، بالذات لو كان ايه؟ بالذات لو كان ميل. خلاص كده؟ طيب الايتولوجي بتاعه مفيش ايتولوجي واضح للموضوع الايه؟ لموضوع الشيبس. بس في شويه نظريات بتفسر الهبل ده. ها ايه النظريات اللي بتفسر الهبل اللي بيفسر الهبل؟ الهبل؟ ايه تعمل انسبلاند؟ ايده وراسه؟ وراسه مفيش وراسه يا جدعان ولا حاجه. ها؟ مالتي فاكتوريال. مالتي فاكتوريال بس هو كده في دماغه. خلاص؟ النظريات والله كلام بينفع. هو اسمك قلت كلمه. حد يفكر كده على ما نشرب. غلطه في جينا. قطف جين ايه ده قطف بس كده قطف انه ليه تبارك الايديولوجي بتاع الشيبس كل حاجه من الاثنين. تمام؟ بس عاوزك تفتكر حاجه الاول قبل ما نبتدي. البايلورس، البايلورس العضلات اللي فيه على نوعين، في سيركلر ماسل وفي لينكوتيدنال ماسل. البايلورس، البايلورس العضلات اللي فيه على نوعين، في عضلات بتبقى سيركلر، في عضلات بتبقى ايه؟ بتبقى لينكوتيدنال. ليه؟ عشان تبقى عارف ان الباثولوجي اللي بيجي بس بالعضلات اللي ايه؟ العضلات السيركلر. خلاص كده؟ ماشي؟ يبقى بيحصل هايبرتروفي للسيركلر ماسل. ليه الهايبرتروفي ده بيحصل؟ اول نظريه تقول ان الجنجليونيك سيل اللي موجوده هنا لسه ايماتيور، احنا قلنا ان في انترنك بلكسس، في نيرف بلكسس خاصه بالجي اي تي بتتحكم فيه. تمام الكلام؟ المناطق التحكم دي بيسموها الجنجلي او الجنجليونيك ايه؟ الجنجليونيك سيل. فالجنجليونيك سيل اللي موجوده هنا بتبقى ايه؟ تبقى ايماتيور. خلاص؟ كلها ايماتيور بتخلي العضلات يحصل لها كونتراكشن وزود ريلاكسيشن، مفيش بالانس موجود، فالعضلات دي بتبقى على طول كونتراكتد من غير ما تريح، كونتراكتد من غير ما تريح يحصل لها هايبرتروف وتبدا تضايق لك ايه؟ تضايق لك اليوم. خلاص؟ ادي اول نظريه الماتيوريتي للجنجليونيك سيل اللي موجوده في الوول بتاع البايلورس. الجنجليونيك سيل شويه نيرفس تيشو كولكشن بيبقى موجود في الصدمه الجوزه بتاع السمول انتستن على طولها،
اللي مطلعها اللي موجوده في الايه موجوده في البايروس رايت نيرفوس تيشو ده مجمعه زي اي جنجليا في الدم نيرفات تيشو مجمعين بس دول وظيفتهم انهم يتحكموا في العضلات اللي موجوده هنا الخلايا هنا بتبقى اماتشور وطالما اماتشور بتعمل العضلات ما بتبقاش تحت تمرينها قوي فبتلاقي العضلات تبقى في انتراكشن كونتينوس من غير ما تعمل ايه ما تعمل تيشو اي عضله مش شغاله باستمرار تبدا تدخل ويحصل لها هايبر ايه هايبر تروفي دي اللي تعمل لك الموضوع ده عشان كده الموضوع بيكون ايه كون بروجريس خلاص النظريه الثانيه بتفسر موضوع الجير ده ان المسلز في مواد كيميائيه بتعمل لها كونتراكشن ومواد ثانيه بتعمل لها ايه بتعمل لها ريلاكسيشن برضه في امبالانس ما بينهم والمواد اللي بتعمل كونتراكشن زي البروستاجلاندين وزي الجاسترين بيبقوا اكتر يعني المواد اللي بتعمل ريلاكسيشن زي النيتروس زي النيتروس اوكسيد خلاص كده ماشي كل ده هبل فني هو الحاجات دي ما بتحصلش في الطفل يعني اه المسولوجي عمل الشيبس ايه اللي موجود ليه ليه في الطفل ما هو مش فاهم برضه ليه في الطفل ليه في الطفل اللي من 3 عشان ده كونجنيتال بس يعني الحاجات دي ما بتجيش في الناس الكبار يعني الكلام ده ما بيجيش في الناس الكبيره بس هو كونجنيتال عشان يعني هو اسمه كونجنيتال عشان الانفكتيشن بتاعه بيجي بعد الولاده بيجي في العيال الصغيره معروف له سبب في العيال هو كده كده ملوش ايتيولوجي هو كده كده قانون احنا بنقول كل دي نظريات حاول تفسر الموضوع ده هل النظريات دي مثبته وعشان ما فيش غيرها دلوقتي فهي دي اللي موجوده انما في اي يوم من الايام واحد يطلع يقول لك ده لا الموضوع غلط ولا لقيت حاجه ثانيه اه ما بصونش ما غلط مش هتقولش احنا قلنا اول حاجه المؤمن بس في نظريات بتفسر الكلام ده خلاص كده ماشي يا قوم طيب احنا ده دلوقتي الايتولوجي يا اما تشور جنجلينك سيل يا اما امبالانس ما بين المواد الكيميكال اللي بتعمل كونتراكشن وبتعمل ايه اللي بتعمل ريلاكسيشن حصل الباثولوجي ايا كان السبب بتاعه ايه بعد ما حصل هتلاقي المصل بتاعت البايلوروس عمال يحصل لها هايبرتروفي والبايلوريك ليومن عمال يضيق تمام الكلام يفضل يضيق تلاقي الاول الواد بياكل عادي والاكل بيعدي اول يومين ثلاثه ثاني يومين ثلاثه واليومين اللي بعد كده تلاقي الاكل بيعدي بس بياخد وقت اطول من امبارح بعد كام يوم بعد اسبوعين ولا حاجه يبدا البايلوريك ليومن يضيق خالص الاكل عمال يتجمع بقى في الاستومك يتجمع في الاستومك يتجمع في الاستومك لحد ما تستحملش فيبدا يحصل ايه يبدا يحصل فوم خلاص كده ماشي طيب الكريتيكال فيتشر بتاع الشيبس هتبقى ايه؟ ها بالظبط دي علامات الانسفانيرو بالستراكشن اه لما بيجي بيجي بالايه؟ بالفومتنج بس الفومتنج هنا ها الوصف بتاعه لان فيروس التايمنج بتاعه بيجي امتى؟ افتر اسبوعين بيجي التايمنج بتاعه من اسبوعين لاربع ايه؟ لاربع اسابيع السيل طب ليه لما هو كونجينيتال ما جاش من اول يوم عشان الموضوع كان بروجريسيف الاول في اول اسبوع في اول 10 ايام كان في لسه جزء من اليوم المفتوح ويباص الاكل ده بعد كده حصل سيفير ستنوزس والاكل مش عارف يعدي فجمع بدا يحصل ايه بدا يحصل بوم خلاص يبقى الفومتنج الوصف بتاعه ان النون بايلس عشان المشكله فوق الحاجه الثانيه التايمنج بتاعه بيجي من الاسبوع الثاني او بعد الاسبوع الرابع بيجي في التوقيت ده ما بيجيش من بدري بعد كده الفومتنج بيكون الاول نون بروجكتايل وبعد كده بيكون الاول بيكون نون بروجكتايل وبعد كده بيقلب بيبقى ايه؟ يبقى بروجكتايل تمام الكلام؟ ماشي خلاص كده ويفضل الموضوع على كده لا ما خلاص بقى انت هنا دخلت في كومبليت انتستاينال اوبستراكشن او كومبليت جي اي تي ايه؟ جي اي تي اوبستراكشن خلاص كده يبقى موضوع البومتنج بالوصف بتاعه هتلاقي تحت عندنا ابدومينال بين وديستنشن وهتلاقي موجود كونستيبيشن هل في هنا بليدنج زي ما كان هناك؟ لا عشان مفيش بقى لا سكيميا ولا في نكروزس ولا في القصه دي خلاص كده؟ وبعدين الموضوع على ما اتطور وحصل خلاص بقت الانتست اللي تحت كانت فاضيه ما كانش فيها حاجه فيحصل لك موضوع الايه؟ موضوع الكونستبيشن خلاص كده؟ يبقى عندنا فومتنج في الوصف بتاعه ومن تحت كونستبيشن وبعدين ابدومنا بين الابدومنا الايه؟ الابدومنا ديستنشن خلاص كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب شفت انت البرزنتيشن ده اول عيل وميل جالك بيفومت بعد اسبوعين ثلاثه وعنده كونستبيشن هتبدا تفكر في مين؟ فكر في الشيبس لما تفكر في الشيبس عاوز تاكد لنفسك بالاكزامينشن قبل حتى ما تروح تعمل انفستيجيشن هتحط ايدك وتبص بعينيك هتحط ايدك تحس ايبيجاستريك ماس مكان البايلوروس التخين تمام الكلام ماشي ماس صغيره كده شبه الليمونه بيسموها ليمون لايك ماس او حتى بيقولوا شبه الزيتونه اوليف لايك ماس هي ماس صغيره خالص هو البايلوروس اصلا كله على بعضه بتاع 3 سم او 4 سم تمام الكلام فتلاقي ماس صغيره موجوده في الايبيجاستريك ايه في الايبيجاستريك ايه خلاص ده بايديك طب وبعينيك لو دي الاستومك وده البايلوروس وهنا حصل عندنا موضوع البايلوريك ايه؟ البايلوريك سيكلينج والاكل كله متجمع هنا. ايه اللي بيحصل؟ ده برضه هنا اكل والاستومك عماله تنقبض عشان ايه؟ عشان الاكل ده يعدي. تمام الكلام؟ ماشي؟ فالاستومك اللي عماله تنقبض دي والواد لسه موجود ما عندوش سبب كتير
لسه الواد كله عظم على جلد على عظم، فانت شايف كل حاجه، فبعينيك ممكن تشوف البريستاليسز وايه وهي شغاله. مشهور قوي مع العيال بتوع الشيبس انك لو بصيت على بطن ممكن تشوف فيزابل بريستاليسز، خلاص كده ممكن تشوف فيزابل بريستاليسز، تمام الكلام؟ ممكن تشوف فيزابل بريستاليسز لو في كومبليت وبتصير ابستراكشن في العيال، الناس الكبيره مره، خلاص شرط بس ان يكون ايه؟ ان يكون مش اوبيز، وان يكون الدايمتر بتاع الابدوم قليل عشان تقدر تشوف البريستاليسز دي. السؤال المهم، البريستاليسز هتشاف ماشيه من يمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ شمال لليمين. ها؟ هتشاف ماشيه منين لمنين؟ شمال لليمين. ها؟ شمال لليمين. من اليمين للشمال. ولا من اليمين للشمال؟ لا، من الشمال لليمين. ها ركز. ها فوز، هتشاف منين لمنين؟ الشمال لليمين. اللي انت عايزه منين؟ هتشاف منين؟ هتشاف من الشمال لليمين؟ ايه؟ تعدي له صبغه من الشمال، وبعد كده تيجي الاسطوانه تاخد معظمها شمال، بعد كده تدي الديدينوم على الايه؟ على اليمين، فانت البريستاليسز جايه من ناحيه الايه؟ ناحيه الاسطوانه لناحيه الايه؟ ناحيه الديدينوم، فتلاقي البريستاليسز جايه من الليفت وايه؟ توزر ايه؟ مهم قوي في الام سي كيو، يبقى انت هتحس بايدك اوليف لايك ماس في منطقه الابيجاستينيوم، والحاجه الثانيه قول. لا، ده البريستاليسز بتاعت الاسطوانه مش بتاع الانتستين. حركة الاستومك الكونتراكشن بتاع الاستومك هو اللي بيبان، فكده كده الانتستين فاضي مفيش فيها حاجة. البريستالز ما في بريستالز في الاستومك، البريستالز مش الانتستين بس، البريستالز على مستوى الجيات في بريستالز في الاستومك خلاص. هشوف ايه بعد ما هي اصلا كلها قد كده؟ لا ده هنا ديستنت، ما هي صحيح الاستومك كلها قد كده، بس مع العيال الصغير ده انت عندك اوبستراكشن بقاله خمس بقاله اسبوعين بياكل، والابدوم والاستومك عمال يحصل لها ديستنشن، فانت هتشوف البريستالز في العيال الصغيرة دي. خلاص كده، ربنا يكرمك ان شاء الله بحل شيبس قريب، وبص على البريستالز دي خلاص فيزابل. لا لا مش هتنسب البحر قريب، لا يمكن انت بتاع اطفال يمكن يتهفف احد ياخد اطفال ولا حاجه. ها خلاص كده، يبقى فيزابل بريستالسز. والفيزابل بريستالسز، فيزابل بريستالسز بتشاف منين لمنين؟ بتشاف منين لمنين؟ شمال لمين؟ من اللفت ورايت. فاحنا عندنا الشيبس البرزنتيشن السمتوم اللي هيجي بها العيل لما هتيجي تشتكي لك يا بيه. نعم الواد والله كان حلو زي الفل وبياكل والدنيا تمام، بقى له يومين عمال يرجع. هو عنده قد ايه يا ماما؟ عنده اسبوعين او عنده ثلاث اسابيع. تبقى جاي لك بفومتنج، او الفومتنج ده في اكل ولا في حاجه مغتبره؟ لا ده اكل بس يا بيه. يبقى كده نون فايروس فومتنج، تمام الكلام؟ ماشي. الفومتنج بيكون الاول بروجكتايل، وبعد كده بيكون ايه؟ نون بروجكتايل. خلاص كده؟ ما يهمناش قد الموضوع النون فايروس وقد موضوع التايمنج ايه؟ التايمنج بتاعه. طب عمل حمام يا ماما؟ لا والله بقى له ثلاث اربع ايام ما عملش. ابسولوت كونستبيشن، تبص عليها تلاقي فيها كل الديستنشن، تلاقي العمال يصرخ من البين. حط ايديك هتلاقي بيجاستريك ماس اولر لايك ماس. تبص بعينيك على البريستالسز هتلاقي البريستالسز جايه لك من الشمال لليمين، من الشمال لليمين. خلاص كده؟ انت جاي تشوف ده شيبس كلينيكال. طب الانفستيجيشن هنعمل ايه؟ ماشي، نعمل بالي مصفر ومال، نعمل حاجه. هنعمل ايه؟ التراساوند بالظبط، هو ده اللي بيتعمل. بنعمل بالي مصفر وبنعمل الترا ايه؟ الترا ساوند، تمام الكلام؟ ماشي. الباريوم هيبان ازاي؟ هيختفي بعد ال بعد الاستراكشر. هيختفي ليه بس؟ البلد مش هينزل تحت. اسكت بقى بالله عليك، سيبه يا عم، سيبه يا عم على نفسك. بص، لو في استومك عاديه، مفيش فيها اوبستراكشن ولا حاجه، هتيجي تتفرج على الثانيه عادي. الثانيه هينزل بالاسوبجس بالاستومك ويعدي بالبيلوس في اليومن بتاع الكامل. خلاص كده؟ انما لو في بايلوريك اوبستراكشن ايه اللي حصل؟ عندنا الاور بارت بتاع الابر ليب بتاعت البايلوريس حصل لها سكن وهايبر تروفي، برضه اللي هو ده بنفس الايه؟ نفس المشكله. هتيجي تشوف الباريوم يعدي ازاي؟ الباريوم هيخش. ايوه الله يليك، هيخش ويجي كده لما يجي. قلت كده يا دكتور بعد اذنك. نعم قلت كده، دي شبه الاكاليزيا. ما انا عشان كده قلت له شو بيقول؟ ولا سيبك تقول لي خلاص. هتيجي الباريوم مالي كل الدنيا دي، وجاي هنا يعدي ستلاف لايك كده بس رفيع، تمام الكلام؟ دي بيسموها رتل. عندنا بقى شيبس مش ماسكه، بنسميها الشولدر ولا دي ولا دي، بنسميها الشولدر سايد. خلاص بنسميها عندنا الايه؟ الشولدر سايد. ايه الشولدر سايد دي؟ الشولدر سايد شايف انت لما تكون جاي من رقبتك منطقه سك ومره واحده خط. لو انت لسه مخطط كده هتلاقي في منطقه سك ومره واحده ينزل ايه؟ ينزل خط عادي كده، نفس الكلام بالظبط. هتلاقي الباريوم مالي كل المكان ده، وبعد كده مره واحده يجي ايه؟ يجي ينزل كتف كده، فتلاقي المنطقه دي شبه الكتف، فيسموها ايه؟ شولدر ايه؟ شولدر سايد. خلاص كده؟ لا رد تيل بقى ولا بارود بيك ولا الكلام ده، ماشي؟ بيسموها ايه؟ شولدر سايد. يبقى الباريوم مين؟ هو الباريوم اسفولدر بنعملها في العيانين بتوع الشيبس، بيبقى لنا المنظر بتاع الباريوم بيسموه ايه؟ شولدر سايد. بتلاقي الباريوم مالي فيها دي كلها عريض عريض عريض، ومره واحده مش جاي بس استلف، ده بيسموه الشولدر ايه؟ الشولدر سايد. خلاص كده؟ ها في مشكله في الكلام ده؟ احيانا في منظر ثاني بيسموه دبل تراك سايد، منظر ثاني بيسموه
دبل تراك سايك ايه دبل تراك سايك ولا اي حاجه. لو كان اللبس هو عدم بعض شويه هتلاقي جزء من الباريم ماشي على الابر ليب وجزء من الباريم ماشي على اللور ليب فيديك دبل تراك ايه دبل تراك سايك خلاص كده. انما في الغالب اللي بيتشاف بيكون الشولدر ايه الشولدر سايك ماشي. يبقى الباريم مين الكلام ده بيك في الام سي كيو انك الشيبس بالباريم مين هنلاقي فيه ايه اجي لك الاسم على طول الشولدر ساين او دبل تراك سايك ده اللي بيتشاف في مين في الباريم. الباريم مين اليوم وكده اليوم كده هنا اليوم بين الاثنين دبل تراك هنا يعني هتوصل في الموضوع دبل تراك. هقول لك بقى الباريم من ضمن خصائصه انه ماده هاي ليفل من ضمن خصائصه انه ما بيمشيش في تجويف لازم يكون في حاجه يمشي عليه تمام كده. لو في فراغ موجود بين الاثنين بتلاقي الباريم اللي جاي من فوق اللي جاي من فوق هو لازم في الميجوزا من الفتره اللي قبلها تمام كده من الحته اللي قبلها وماشي برده على طول الميجوزا هنا واللي جاي من تحت ماشي على برده طول ايه طول الميجوزا. الباريم من الحاجات الفيزد اللي بتلزق يعني مش معنى كده ان هو هيبقى فوق هيقع في اليوم ده. الباريم لما بيمشي حاجه فيزد هاي فيزد بتلزق على سطح الميكوزا تفضل ماشي عليه تمام كده عامل زي العسل كده خلاص فما بيوقعش هي ماشي على الايه على السيرفس من فوق وماشي على السيرفس من تحت فديك منظر بيسموه ايه دبل تراك ديساين خلاص دي كده قصه الباريم خالص. او بالالترا ساوند دي حاجه دايجنوستيك ودايجنوستيك قوي عشان كده حتى الباريم ده ما عادش بيتعمل دلوقتي شكيت في شيبس بتاعت الالترا ساوند على طول. السونار بيبين لك ايه السونار بيبين لك ايه بيبين لك السكننج اللي موجود عند الايه عند البايلوس تمام الكلام. دايجنوستيك انك تلاقي السكننج 4 سم يعني الحته دي السكننج بتاعها اكتر من 4 سم على طول 14 سم تمام الكلام. السكننج 4 سم على طول 14 ايه 14 سم دي دايجنوستيك لمين دي دايجنوستيك للايه للشيبس الكونجنتال هايبرتروفيك بايلوريك ايه بايلوريك ستونوس خلاص كده. في مشكله في الكلام ده قول السكنس 4 السكنس بتاع اللب الفوقانيه دي او اللب التحتانيه بيعدي 4 سم الطول بقى اللي انت بتشوف اللي بتشوف الليجن فيه على طول 14 سم هي مكتوبه ملي او ملي 1.4 لا لا ملي تمام كلام ماشي. يبقى السجنز بتاعه اكتر من 4 واللينز بتاعه اكتر من ايه اكتر من 14 خلاص كده. ما في مشكله في الكلام ده سم اسكن بلوس كلها 4 3 سم ها مشكله في الكلام ده. يبقى ده الايه ده الانفستيجيشن ماشي يا قوم ماشي يا قوم. الشيبس مشهور ولو هيجيب حاجه في الشاي في الغالب بتبقى الشيبس بعدها انت تصصفش لو هيجيب حاجه في جي اي تي في الغالب بتبقى الشيبس بعدها انت تصصفش ها لا ده بتكلم على جي اي تي اللي هو جي اي تي سيستم. لو هيجيب حاجه في جي اي تي هتبقى الشيبس بعدها انت تصصفش دول الموست كومن اللي بيجوا في جي اي تي باستمرار خلاص. اه مش كده انا مش انا بص الدرس خلاص طبعا مش انا جاي خالص انت خلاص ده هو انت خلاص ماشي مش موجود اصلا شو فكره فين عندكم انا بس انا وانا قلت اصلا لا ولا جاي ولا كنت بيوم انت مش موجود انا عايز الدرس بعدين ده انا حوار مش موجود اصلا جاي ده خلاص انا اصلا مش عارف نفسي مش صح اديني فرصه ان انا احبطه عادي مشكله بعد بس اللي كانوا بيسمعوا ايه لو جايبين الدايره عشان كده بعد ما اخلص نفسي بس انا قلت على الشغل مع عشان كل ده عندنا معلف في ايه بس على بس شبيتين في اللي عم صغيرين كل واحد اربع خمس الشيبس التريتمنت انا عاجبه ازاي ها نعالج الشيبس ازاي يا قوم نعم ها عاجل شيبس ازاي كل مثلا حاجه زي طب صحيح الاول ايه الكومبليكيشن ممكن تحصل منه من الشيبس شو ممكن ايه الكومبليكيشن ويت لوس ها ويت لوس ماشي ويت لوس دي كومبليكيشن الكومبليكيشن بتاع الشيبس كان تركز هو بيلوس ايه هو عمال بيفوم صح لما بيفوم بيفومت ميه صح هذا بيها ديريش الكترولايت الكترولايت فيخش في الكترولايت بيفومت اكل فيخش في مال بيفومت HCl فيخش منك فيه الكالوزس يسموها هايبوكاليميك هايبوكلوريميك ميتابوليك الكالوز تمام كلام يسموها هايبوكاليميك هايبوكلوريميك ميتابوليك ايه ميتابوليك الكالوز تاني يسموها هايبوكاليميك هايبوكلوريميك ميتابوليك ايه ميتابوليك الكالوز. طب انت عشان فقدت الاتش فالكالوز هايبوكلوريميك عشان فقدت السي ال طب وليه هايبوكاليميك فالكالوز دايما بتعمل هايبو ايه هايبوكاليميك. فده الالكترولايت ديستربنس المشهور مع العين بتوع الشيبس هايبوكاليميك
هايبوك ولا ريمك ميتابوليك ايه؟ ميتابوليك الكالوس خلاص كده؟ فالكوميونيكيشن اللي بتظهر انت شوف هو بيرجع فهو بيفومت ايه؟ بيفومت ميه فيخش في دهايدريشن، بيفومت اكل فيخش في مالنيوتريشن، بيفومت الكترولايت بانواعها فيخش في الكترولايت ستيبلز واكتر حاجه بيخش فيها هايبوك ريمك هايبوك ولا ريمك ميتابوليك ايه؟ ميتابوليك الكالوس خلاص كده؟ العلاج بقى لما يجي نعالجه هنعالجه ازاي؟ هو كده العلاج بتاع السيرجيكال. طب قبل ما تحضروا للسيرجري لازم الاول تظبط الديهايدريشن ستيت، لازم تظبط الالكترولايت ستيبلز، لازم تظبط الميتابوليك الكالوريز اللي موجود خلاص كده. ظبطت الليله دي بعد كده خلاص بتجهزوا الايه؟ بتجهزوا الجراحه. الجراحه بيعمل ايه؟ مايوتومي بيعمل بايلورو مايوتومي تمام بيسموها هيلر بايلورو ايه؟ بايلورو مايوتومي. خش يقطع الحته بتاعت البايلوروس دي عشان يوسع الايه؟ يوسع الايه؟ ها خلاص كده. قبل الكلام ده في كلام فاضي بقى ممكن تستخدمه، ممكن نخش نعمل بالون دايلاتيشن، ايوه ممكن نخش البالون يوسعها شويه، ممكن نعمل كالسيوم بلوكر، اي حاجه انت ايه؟ انت زودتك عشان تفك الاسباز من الايه؟ الاسباز من الموجود. ها خلاص كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ بعد كده موضوع الايه؟ موضوع الشيبس، اتفقنا؟ طيب نخش بعد كده موضوع الهيرشز برايم او الميجا كولي. مش راح فين ده؟ ميجا كولي؟ جوتي تبع مين؟ تبع ايه؟ ممكن تلاقي اسمه التاني تبع بتسهل؟ بقول لك انتسل انتسل ايه؟ انتسل بس لك ايه هتلاقيها طبعا لارج انتستين عاد عليكم بيجيبولهم في البطنه عاد عليكم بيجيبولهم في البطنه كلمه كده بس لا عدت ايوه ايوه كان بيسموها ايه بقى خلاص مع صرف كولايتس هيحصل معاه الايه؟ الميجا كولون. في العيال الصغيره عندنا ميجا كولون برضه كونجنتال اسمه كونجنتال جانجليونيك ميجا كولون اسمه كونجنتال جانجليونيك ميجا كولون او الاسم الثاني بتاعه المشهور اسمه هيرشز برانج ايه؟ هيرشز برانج ديزيز. قصته فاكسانه خالص ده عيل صغير في الغالب برضه بيكون ميل ما تعرفش ليه معظم مرات الجي اي تي بتبقى موست كومن في الميل تمام الكلام؟ ماشي بس الهيرشز برانج مميز قوي انه بيجي مع الداون سندروم هايلي اسوشيتد مع العيال بتوع الداون سندروم خلاص كده؟ يبقى الميجا كولون عاوزك تعرف اول معلومه عنه انه هايلي اسوشيتد مع مين؟ مع العيال بتوع الداون ايه؟ مع العيال بتوع الداون سندروم خلاص كده؟ طيب الهيرشز برانك او الكونجنتال اجانجليونيك ميجا كولون ايه سببه او ايه التعريف بتاعه الاول؟ كونجنتال اجانجليونيك ميجا كولون ده بارت في الكولون بيكون في ديفيشنسي في الجانجليونيك سيل فمش موجوده ودي اللي اصلا بتتحكم في الكريستالسيس فتلاقي المكان ما فيش فيه كريستالسيس اكنه بالظبط وبستركتر ما فيش فيها اي حاجه تمام الكلام فتلاقي المنطقه اللي ما فيش فيها الجنجليا دي يبقى كلها بست ما فيش فيها اي ممكن مش اي حاجه بتخش بيها والمنطقه اللي فوقها عماله تجمع ايه عماله تجمع في الاكل تمام الكلام فيحصل ديستنشن للبروكسيمال بارت بس كلها بس للديستال ايه للديستال بارت انت عندك المنطقه اللي فوقها اهي كلها كبيره في الحجم عشان عماله بتجمع لحد ما تلاقي المنطقه اللي ما فيش فيها جنجليا تبقى كلها بس فده بيسموه الميجا كولون ده بقى اللي بيقول عليه الفانل شيب او المنظر الريبتي خلاص كده ماشي كده قصه الميجا كولون ايه سببها السبب بتاع الايديولوجي بسيط ان في ديفيشنسي في الجانجليونيك سيل في جزء من الكولون اشهر منطقه من الكولون بيجي فيها الباثولوجي ده الريكتو سيجمويد جانكشن عارفين الريكتم والسيجمويد كولون عند الجانكشن ما بينهم اكتر منطقه او الموست كومن سايت لموضوع الهيرشز برانج ان يجوا في الريكتو سيجمويد ايه في الريكتو سيجمويد جانكشن خلاص كده ماشي طيب ايه اللي بيحصل في منطقه مفيش فيها جانجليونكس الجانجليونكس النيرفات اللي بتتحكم فيها بتخليها تتحرك ما عادتش موجوده او بناء عليها بتلاقي المنطقه دي حصل لها ايه؟ حصل لها كولابس قفلت ما بتفتحش تمام الكلام ماشي فيجي الاكل هنا في بريستالسيس بس فالمفروض اللي هنا تنقبض ودي تفتح عشان يخش فيها الاكل هنا مفيش جانجليا مفيش اعصاب عشان تخليها تفتح
بيفضل الاكل قاعد هنا يتجمع 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 فيحصل ادونال ايه؟ ادونال ديستنشن. خلاص كده؟ الكلينيكال بيكتشر العيال بتوع الميجا كلهم بيجوا بايه؟ ها؟ هيجي كونستبيشن بس بعد 3-4 شهور وعلي كفايه. ليه بقى؟ كولين عمال كول قد كده؟ ادونال بين ادونال ديستنشن ماشي. ايه تاني؟ حاجه مميزه قوي العيال دي. العيال دي بنعرفهم بعد الولاده على طول. فاكرين الميكونيوم؟ احنا قلنا الميكونيوم ده الفيرست سكريشن في الجي اي تي صح؟ قلنا المفروض انه بينزل بعد الولاده في ظرف 48 ساعه ماشي؟ ما بينزلش لان في حته واقفه مش فيها بريستيلز مش فيها شغل. اشهر برزنتيشن والفيرست برزنتيشن اللي بنربط بيه المرض ريليتد باسج للميكونيوم. اشهر برزنتيشن اول برزنتيشن بيبقى الميجا كولون ديليت باسج الايه؟ ديليت باسج للميكونيوم. والله لو لقطتها في ساعتها فهتشخص الميجا كولون بدري بدري. ما لقطتهاش هيجي لك برزنتيشن بقى بعد 3-4 شهور. اللي هو كرونيك كونستبيشن عند ادونال ديستنشن عند ادونال بين والكلام ده. خلاص انا عاوز صوره الهيرشز برانج بدري بدري. شطارتك انك تعرف موضوع الديليد ميكونيوم باسج ما جابش ايه؟ ما جابش ميكونيوم. المفروض الميكونيوم ده بيجي بعد اول 48 ساعه ما نزلش لا في ايه؟ في مشكله. خلاص في حاجه تانيه تعمل ديليد ميكونيوم باسج ديفرنشال دايجنوستيك ما اعتقدش انه مهم زي سيستيك فايبروزس زي جيجنال اتريزيا زي الاليا اتريزيا لو في اي باثولوجي او في اي اوبستراكشن في السكه وانت ايه وانت ماشي. خلاص كده يبقى اول برزنتيشن بيجي فيه جريد باسج مين للميكونيا. خلاص كده بعد كده ايه اللي عندنا هيروح لو فات الموضوع ده عليه هيبدا بقى خلاص ما عندوش اي باسج لاي استو خالص فتيجي الام بعد فتره تشتكي لك الراجل ما بيخش الحمام خالص كرونيك كونستبيشن بس ليه هيجي متاخر قوي كده لان انت بتتكلم في كولون لسه هيكملي والكولون اصلا قد كده سيجمويد كولون وترانسفيرس كولون واسندنج وديسندنج بعد كده هتملي قبل منه سمول ديستنس 6 متر بطوله كلها تاخد وقت على ما تتملي بعد كده الاسكومك تتملي بعد كده يبدا ايه يبدا يرجع تمام الكلام فالفومتنج بتاعه بيجي ايه بيجي متاخر شويه على ما يحصل فيلنج لكل اللي كل الانتستين اللي موجوده دي خلاص كده هو ده بيبقى نار ولا بيستكش لا ده كولابس هو كولابس ولا اوبستراكشن هو عارف انت الفانكشنال ما عندش اي حاجه خالص الا لو ده الطريقه اللي بنعلمها للامهات بنعلمها طريقه حاجه اسمها الفينجرنج تمام الكلام ده دخل صباعه في الريكتوم عشان يحصل له ديستنشن ويفتح المنطقه الكولابس دي فالبرسالس تقوم منزل الحاجه اللي موجوده قدام خلاص كده ماشي مفيش اي بس خالص الا موضوع الفينجرنج ده خلاص ماشي فهيجي لك البرزنتيشن بتاعه بعد كده بكرونيك ايه الكرونيك ديستريشن خلاص كده الكرونيك ديستريشن مع الادومينال ديستنشن والادومينال بين قول مع الادومينال اوبستراكشن والادومينال بين وسهل قوي طبعا الاستوديو المجمع ده يحصل عليه انفكشن باستمرار يحصل له انتيروكولايتس يحصل جاستروانترايتس اي حاجه من الحاجات دي خلاص كده في مشكله في الكلام ده طيب هنعالج العيال ده ازاي طب الانفستيجيشن الاول بارانيا هنعمل بارانيا ايه بقى مين ورانيا بقى متصرف من تحت نعمل باريوم انما اكتر حاجه تمام الكلام ماشي نعمل باريوم انما هتلاقي الباريوم يعدي هيفتح المنطقه الكولابس مواتيل ورخم فهتلاقي موجود باريوم خط وبعد كده الباريوم بينتشر في الايه؟ في المنطقه الديستنت تمام الكلام فيسموها فورم الشيء باريوم تمام الكلام عارفين القمعه بتاع الجاز خلاص يعني من فوق بعد كده ايه؟ بعد كده من تحت تمام الكلام ماشي فيسموه الفانل ايه؟ الفانل شيء. التريتمنت بتاعه كولابس هيعدي ازاي الباريوم؟ مين؟ الباريوم هيعدي الباريوم تقيل وانت بتحينه تحت ضغط ماشي انا بقول لك انت بتعمل فينجرنج بتعمل فينجرنج بتوسع بتعمل ايه؟ بتعمل ها؟ خلاص كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ انا عايزه ازاي ميجا كولون؟ ندخل نعمل سيرجيكال كونكشن بس قبل الكلام ده لازم تعمل كومبليت ايفاكويشن ده مش تعمل سيرجيكال كونكشن على البلاوي اللي جوه ازاي اكيد في بكتيريا بالهبل اي فتحه تخرج سبس على طول ظبط الديهايدريشن لو موجود ظبط الاوكلود ستيمنس لو موجود بعد كده تخش تعمل ايه؟ تعمل اوبن بنعمل ايه؟ ولا اي حاجه تخش على المنطقه الكولابس دي يقطع من هنا ويقطع من هنا ووصل الاثنين تانيين ببعض تعمل ريسكشن وكاينستوموس قول اعمل ايفاكويشن ازاي؟ ايه؟ بنعمل ايه؟ بالفنجرنج بطريقه ولا ما جابتش؟ لا بتجيب مش كده احنا بنعيشه ممكن نعيشه عليه سنه واثنين وثلاثه بالطريقه دي قاعد بس ما بيعملش اي حاجه ما بيعملش ستوب لموضوع الفنجر ماشي بعد كده احنا ممكن ندخل نزوكاسري في نحل الاول نحل احنا صلاين عشان ندخل ايه؟ نحل صلاين بعد كده ندخل نزوكاسري في جيوب نحل صلاين عشان يفك ومواد بروتوريتك وكده عشان يصلي بعد كده نزوكاسري كاسري بعد كده ممكن نخش بالنظام توصل للديودر تبدا برضه تدخل نزوكاسري مع النظام تسحب من الديودر من الديودر يعني في كذا طرق ممكن ايه؟ ممكن نعمل بيها خلاص كده العلاج بتاع الهيرس سبرانج العلاج بتاع الهيرس سبرانج ايه؟ زي الكلب ملوش حل تاني خلاص كده ماشي اخر حاجه خالص في الجي اي تي عندنا الجي اي تي ايه؟ جي اي تي بليدنج هو بتاع البطن بس انا عاوز اراجع ايه اسباب البليدنج
يا شباب بليدنج يا اما شباب بليدنج في اي حته في الجسم ايوه جنرال يا اما لوك اي بليدنج في اي حته يا اما حاجات جنرال يا اما حاجات ايه يا اما حاجات لوك تمام الكلام ماشي الجنرال دايما بيبقى بلاد ديزيز بص هبل زي ناقص فيتامين اسبب جنرال بليدنج كلمه هبل معناها ناقص اثنين فيتامين ايه الاثنين فيتامين كي فيتامين كي وفيتامين سي فيتامين سي عشان السي مهم للفاسكولار والهبل الاتش هيموفيليا وهايبرتنشن البي بيبرا والال لينفوما والكيميا خلاص كده من اسباب الجنرال ممكن تعمل ايه ممكن تعمل بليدنج اي بليدنج في اي حته ثانيه في الجسم جاي تي بليدنج هيماتوريا هيباتوسكس اي حاجه من الحاجات دي جنرال بليدنج وبعد كده ايه جنرال كوز ولوكال كوز جنرال خلاص قلنا هبل زائد ناقص اثنين فيتامين طب واللوكال هنا بقى في الجاي تي مهم هو ابر جاي تي بليدنج ولا لور جاي تي بليدنج في حاجه ثانيه مهمه ان اللور جاي تي بليدنج ممكن يكون السورس بتاعه لور ممكن يكون السورس بتاعه ابر جاي من فوق يعني لو لقيت لور جاي تي بليدنج مش معناها انه جاي من تحت بس ممكن يكون جاي ابر وممكن جاي ايه يكون جاي لور اسباب الابر كلام فاضي المشاكل في الاسوفجاس بانواعها المشاكل في الاستومك المشاكل في الفيرست بارت بتاع الديودين المشاكل دي يا اما حاجه فاسكولار فاريسز او فاسكولار مالفورميشن يا اما تروما اللي هي سبب من الاسباب يا اما انفلاميشن اسوفجايتس بيبتيك السر او ديدينايتس يا اما كانسر سواء هنا او هنا او هنا دي الحاجات اللي بتجيب ايه اللي بتجيب دم دايما الحاجات اللي بتجيب دم يا اما فاسكولار يا اما تروماتيك يا اما الانفلاميشن يا اما النيوبلازم الحاجات اللي بتجيب ايه اللي بتجيب دم سواء بقى اسوفجاس او استومك او ايه او ديدينايتس بعد كده لو كان لور جي اي تي بليدنج يبقى انت معاك بقيه الديدنوم معاك بقيه الديدنوم والاليوم وكل الكولون كل الكلام ده بيعمل لك لور جي اي تي بليدنج وتاني ما تنساش ان البليدنج اللي من لور ممكن يكون سببه ايه؟ ابر فلازم تشوف هل الموضوع بليدنج فريش ولا الموضوع ملينا لو الموضوع بليدنج فريش في الغالب بيكون جاي من تحت لو الموضوع جاي ملينا في الغالب بيكون جاي ايه؟ بيكون جاي من فوق خلاص عاوزك تركز بس على سبب مشهوره في العيال الصغيره من اللور اللور جي اي تي بليدنج مشهور قوي مع العيال الصغيره الانال فشل اشهر حاجه بتاعته الصغيره تعمل جاي تي بليدنج لور هو الانال ايه؟ الانال فشل تمام الكلام؟ مشهور معاك كمان حاجه مشهوره قوي اسمها ميكلز دايفرتيكولم بس انا جاي في الجراحه اسمها ميكلز دايفرتيكولم مشهوره قوي انها بتجيب لور جاي تي بليدنج في العيال ايه؟ في العيال الصغيره بعد كده بقيت الاسباب عادي ان كان في بولب موجود ان كان في جاستروترايتس ان كان في اسباب الفورايتس كل الكلام ده عادي انما ما تنساش بس في العيال الصغيره ان مشهور قوي موضوع الانال فشل مشهور كمان موضوع الايه؟ الميكلز ايه؟ الميكلز دايفرتيكولم خلاص كده ماشي راجل الجاي كل الهيماتولوجي زي ما هو في البطنه هتذكروا كده زي ما هو تبقى ولا بص يا الدايريه لا محاضره لوحدها طب الجاسترو ماشي مع الجاسترو انتريس لا الدايريه هي جاسترو انتريس ماشي خلاص الدايريه محاضره لوحدها مش تبع خالص الجاي تي ماشي انا كده ما تقلقوش ايه بقى كل الهيباتايتس يعني انواع الهيباتايتس كلها بالذات الهيباتايتس ايه ده بتاع البطن خلاص كورنا بقى هايبرتنشن ليفر سيروز كل الكلام زي ما هو البطن ما تبصش عليه ايه كل بطنه او كل بطنه بعيد اللي كل الهيباتولوجي كله من بطن يعني بعد البريك نفرو اه بعد البريك نفرو ان شاء الله طب دكتور ايه ماشي حاول تقول لي الكلام ده هيباتولوجي هيباتولوجي يا ابني هيباتولوجي يا ابني كله بطن دكتور قول لي اشعل هيباتايتس لا لا عيب عيب انا كنت بقول بطن اشعل هيباتايتس ايه تمام البطن وريف العيال الصغيره هي هي بتاعت البطن يعني هي العلاقه على الحاجات اللي فاتت اللي فاتت عندنا بس اشرح لي كده بسرعه يعني ده ميكلز بارتيكولم بص زمان كده كان في وصفه ما بين الهيليوم وبين السكر. زي ما في وصفه ما بين